مشاهدينا في كل مكان، مساء الخير واهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقه جديده من حلقات الاهلي الليله. عندنا النهارده في هذه الحلقه من حلقات الاهلي الليله عدد من القضايا والاخبار والموضوعات المختلفه. بنتابع طبعا بالدرجه الاولى كل التغييرات اللي بتجري حاليا على خلفيه خروج مبكر وكان غير متوقع وكان مفاجئ لمنتخبنا الوطني الاول لكره القدم امام جنوب افريقيا بعد الهزيمه بهدف نظيف في دور ال16 من نهائيات كاس الامم الافريقيه في مصر 2019، وايضا ما يمكن أن يحدث، كيفية تفادي والتغلب على سلبيات المرحلة السابقة، وإزاي نبدأ مرحلة جديدة من إعادة تطوير والنهوض بشؤون كرة القدم والاقتراب أكثر على مستوى المنتخبات والأندية والمنافسات المحلية من الشكل أو الإطار الاحترافي المتعارف عليه عالميا، وكيفية إحداث تطوير حقيقي في عالم كرة القدم المصرية. فضلا عن استعدادات طبعا فريقنا الأول لكرة القدم في نادي الأهلي للجزء المتبقي أو المباراتين المتبقيتين مع كل من المقاولون العرب ثم الزمالك في ختام الدوري الممتاز هذا الموسم، والإيجابيات الكثيرة جدا الحمد لله اللي الكل بيشيد بيها جراء خضوع الفريق أو خوض فريقنا الأول لكرة القدم لرحلة خارجية إلى أسبانيا، هذا المعسكر الأوروبي لإعداد الفريق بأفضل شكل ممكن وتجهيزه على كافة المستويات الفنية والخططية والبدنية سواء للجزء المتبقي من هذا الموسم أو لانطلاقة الموسم الجديد على مستوى البطولات المحلية أو المنافسات الدولية والأفريقية. هنتكلم النهاردة بعد فقرة الأخبار هنستضيف نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا الكابتن عمرو الحديدي، وهيلقي الضوء على رؤيته للمنافسات ومستوى المنافسة وتأهل السنغال والجزائر لفاينل أفريقيا نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، وأيضا رؤيته لكيفية الاستفادة بأفضل شكل ممكن والإيجابيات اللي متابعها طبعا من الرسائل واللقاءات اللي بتجري وكل الأخبار المتداولة عن معسكر فريقنا الخارجي في إليكانتي الإسباني. بعد نهاية هذا الحوار هننتقل مع حضراتكم لقاء آخر هيجري زميلي العزيز خالد العوضي، وهذه التغطية الخاصة لكافة الرياضات باستثناء كرة القدم على شاشة قناة الأهلي، وهستضيف النهاردة زميلنا العزيز الكابتن خالد العوضي نجمة كرة اليد وأصغر محترفة في عالم كرة اليد المصرية رحاب جمعة، وهيكون حوار شيق إن شاء الله. خلونا نبدأ مع حضراتكم عن كل ردود الأفعال الصحفية والإعلامية محليا ودوليا لتأهل كل من الجزائر والسنغال لفاينل كأس الأمم الأفريقية النهائي يوم الجمعة القادمة إن شاء الله. طبعا في إشادة في أوساط وسائل الإعلام وأيضا الصحافة الجزائرية بهذا الإنجاز الكبير والشكل طبعا المقنع من بداية البطولة وحتى اقترابها من النهاية والفصل الختامي فيها بخوض الفريقين الجزائر والسنغال للمباراة النهائية مساء الجمعة القادمة إن شاء الله. حالة رضا في أوساط الرياضة، النقاد الرياضيين والصحفيين والإعلاميين في الجزائر، الكل راضي وبيشيد عن مستوى منتخب الجزائر في هذه البطولة، المنتخب الجزائري وما قدمه مستوى الفني والبدني والخططي والروح القتالية إلى آخر هذه الأمور، والشكل اللي الكل مقتنع أنه كان بيؤدي في النهاية لهذا التألق اللي قاد الفريق اللي كلنا طبعا سعداء بهذا المستوى اللي ظهر بيه، وكنا بنتمناه نهائي عربي خالص بين المنتخبين الشقيقين الجزائري والتونسي، ولكن أيضا المنتخب السنغالي استحق التقدير والأراء الفنية بتجمع أو غالبيتها بيذهب في اتجاه أنه أفضل فريقين أداء وجهدا في هذه البطولة وصلوا للمباراة النهائية وأنه أفضل فاينل لهذه البطولة طبعا بعد الخروج المفاجئ لمنتخب مصر اللي كنا بنتمنى أنه على أرضنا وبين جماهيرنا وبيحظى بدعم غير مسبوق من كل أجهزة الدولة وعوامل الأرض والجمهور واستضافة البطولة وتنظيمها بهذا الشكل الرائع اللي تمت الإشادة به محليا وعالميا مع وجود بعض النجوم المتميزين في صفوف منتخبنا وبعض الخبرات من المحترفين في مجموعة من أقوى الدوريات الأوروبية، أن كل دي عوامل كانت بترجح كافة منتخبنا، ولكن فوجئنا جميعا بهذا الشكل طبعا غير المقنع وغير المرضي وهذا الخروج غير المقنع لمنتخبنا من البطولة، أو اللي ما كانش طبعا الأداء يمكن أن يؤدي لوصولنا لمراحل أبعد من كده في البطولة بإجماع الآراء الفنية اللي قامت بتحليل أداء منتخبنا خلال مشواره في البطولة. بعد خروج منتخب مصر من السباق أصبحت طبعا المنتخبات الأقرب إلى المنافسة، وكان منتخب مصر موضوع اسمه كواحد منها مع المنتخب المغربي اللي أيضا كان خروجه المبكر مفاجئ جدا لعوامل فنية وخبرات الجهاز الفني وقدرات المدير الفني، عوامل كثيرة جدا أيضا كانت بترجح استمرار المنتخب المغربي في السباق. أعتقد أنهم كانوا أكبر مفاجئتين في البطولة الخروج المبكر لكل من منتخب مصر ومنتخب المغرب. باستثناء هذا الأمر نقدر نقول أن أفضل المنتخبات أداء في البطولة وصلت للسيمي فاينل ووصل منهم أفضل منتخبين أداء والأكثر ثباتا منذ انطلاق البطولة وحتى يومنا هذا هم منتخب السنغال ومنتخب الجزائر، وعن جدارة واستحقاق صعدوا للمباراة النهائية.
المنتخب التونسي حاول في مباراة الأمس ولكن لم يوفق، وكانت الكلمة العليا فيها للمنتخب السنغالي اللي قدر يرجح كفته طبعا عطاء نجومه في الملعب وقدراته وخبراته الهجومية ووجود بعض العناصر شديدة التميز فنيا في الملعب. دي كانت آراء بعض المدربين الأوروبيين اللي شاركوا معنا هاتفيا بالأمس، وقالوا المنتخب التونسي بيلعب مباراة جيدة خلال سير المباراة نفسها وقبل ما تنتهي، لكن أشاروا إلى أنه شراسة الهجوم السنغالي والرغبة في الفوز قد تبدو أكبر من الرغبة التونسية من أجل إحراز أهداف. قال بعض الآراء اللي شاركت معنا بالأمس إريك فاندرمير من هولندا وتوم سانفيت أيضا من بلجيكا، قالوا يبدو أنه السنغال عندها إرادة أكبر لتهديد مرمى المنافس المنتخب التونسي، وأنه بيحاولوا بشتى الطرق الوصول إلى مرمى المنتخب التونسي اللي اجتهد كثيرا وقدم مستوى جيد أيضا ومقنع انطلاقا من دور الستاشر، وغير الصورة اللي كانت غير مقنعة أو غير مرضية عن الأداء الفني للمنتخب التونسي في مجموعته وفي الثلاث مباريات الأولى. قدر يجري تغييرات كانت مرضية جدا، وأن الجهاز الفني قدر يتعامل مع باقي مشواره في البطولة حتى مباريات نصف نهائي أو سيمي فاينل بشكل أفضل من انطلاقته في هذه البطولة. بعض الآراء اللي سمعناها بالأمس مع حضراتكم قالت أنه المنتخب التونسي يبدو أنه بيقاتل في الملعب، ولكن التركيز في صفوفه على عدم تلقي مرمى أو شباكه الأهداف، على النقيض من المنتخب السنغالي اللي أقرب للتهديف أو أكثر يعني تهديدا للمرمى التونسي واقترابا بفرص خطيرة جدا ترجمها إلى هدف حسم هذا اللقاء. طبعا كان ايضا في نديه في المباراه الاخرى اللي اقيمت في تمام 9 مساء بتوقيت القاهره بالامس، الفصل الثاني من مباريات نصف النهائي، وتفوق فيها وحسمها المنتخب الجزائري بخبره نجومه، رغم ان كان فيها نديه في بعض الاوقات من المباراه وكان فيها هجمات مرتده من المنتخب النيجيري، وبذل نجوم منتخب نيجيريا جهد بدني وروح قتاليه ظهرت عاليه جدا في الملعب، لكن تفوق على كافه الاوجه البدنيه والفنيه والخططيه والتهديفيه المنتخب الجزائري، واستحق ايضا وصل عن جدارة واستحقاق لمباراة الفاينل أو نهائي البطولة يوم الجمعة القادم. وسائل الإعلام بتقول التالي، خلونا نتوقف الأول مع هذا التقرير. عندنا متابعتنا طبعا المستمرة بشكل متوازي مع اهتمامنا بالبطولة الأفريقية لمعسكر فريقنا الأوروبي، المعسكر الخارجي المقام في مدينة أليكانتي الإسبانية. خلونا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير ولقاء تم مع المدير الفني لاسارتي، وبعد لحظات طبعا هنسمع بعض التفاصيل من خلال لقاء تم إجراؤه مع لاسارتي هنصل إليه بعد دقائق قليلة. الصحف الجزائرية بتقول عن مشوار المنتخب الجزائري وتأهله للمباراة النهائية المحاربون عمالقة في أرض الفراعنة. طبعا بتتغنى الصحف الجزائرية بهذا الإنجاز الكبير والتأهل لنهائي الأمم الأفريقية بعد التفوق على المنتخب النيجيري 2-1 في مباراة الأمس. وصفت طبعا صحيفة لوسوار دالجيري لاعب مانشستر سيتي بالفرعوني، وصفته طبعا هذا الوصف يعني انه بتصفه بانه فرعون، يعني اعتقد انها نوع من التشبيه بنجمنا الكبير محمد صلاح، وهذا الوصف اللي طبعا بيوصف به على مستوى تألقه او من خلال تألقه في الملاعب العالمية والدوريات الأوروبية ودوري الأبطال ايضا اللي قدر يحصل عليه مع زملائه نجوم فريق ليفربول هذا الموسم. ورياض محرز بالتأكيد من اكبر نجوم البطولة، وساديو ماني، وقلنا من بداية التغطية منذ انطلاق البطولة ان دول اكبر 3 أسماء من حيث الشهرة عالميا الآن في عالم الكرة الأفريقية والقيمة الشرائية أو القيمة التسويقية الخاصة بهم، وهم الأقرب إلى أن يكونوا نجوم البطولة، وأثر طبعا على فرص نجمنا محمد صلاح الخروج المبكر لمنتخبنا الوطني، أنه لو كان استمر منتخبنا ووصل لأفاق أبعد من دور الستاشر كان حيظهر بالتأكيد وبالتبعية أكثر تألق نجمنا وقدراته في هذه البطولة، لكن ظلت الأمور في صالح كل من النجمين رياض محرز من الجزائر وساديو ماني من السنغال، ورجحت كفتهم عوامل كثيرة جدا للأداء الجماعي، والشغل اللي شفناه كان جيد جدا للجهازين الفنيين لكل من السنغال والجزائر ووصولهم طبعا للمباراة النهائية. صحيفة الوطن بتقول ما تحقق يعد بطوليا، صحيفة البلاد يفعلها الأبطال وتتحدث عن ليلة بيضاء عاشتها الجزائر بعد الفوز على نيجيريا، وكتبت صحيفة الشروق عنوان عريض مبروك. كتبت صحيفة ليبرتي الخضر في النهائي بعد 29 عام، وتوقعت صحيفة المجاهد الحكومية تتويج منتخب بلادها باللقب القاري، وعنونت صحيفة الخبر الجزائر في النهائي، وقالت إن منتخب الخضر سيطر على مجريات اللعب خاصة في الشوط الأول أمام منافس اختار اللعب على الهجمات المرتدة السريعة. ده بتصف طبعا الجريدة الجزائرية هنا طبيعة أداء أو شكل أداء المنتخب النيجيري في هذا اللقاء اللي انتهى بفوز الجزائر 2-1 بالأمس وصعود وتأهل المنتخب الجزائري إلى النهائي. خلونا قبل أن نستأنف متابعتنا للصحف العربية والتونسية
الخامسية تحديدا والأفريقية ووسائل الإعلام واحتفائها بالفريقين أو المنتخبين اللي تأهلوا للمباراة النهائية والتركيز على طبعا أداء كمان المنتخب التونسي هنصل إليه بعد قليل. نعود مرة أخرى لاستعدادات فريقنا الأول لكرة القدم في النادي الأهلي في أسبانيا في هذا المعسكر الخارجي اللي نتائجه إن شاء الله تكون مبهرة جدا وتنعكس على الأداء والنتائج في الفترة القادمة منذ مع انطلاق طبعا الجزء المتبقي من مباريات الدوري العام. خلونا نشوف هذا اللقاء مع مارتن لاسارتي المدير الفني. Lo de la recuperación psicológica es relativa. أنا أعتقد العامل النفسي ده يكون نسبي. Son todos casos jugadores con experiencia. دول لاعبين ذوي خبرة. El fútbol tiene eso, uno lo gana siempre. والكرة عامة مش دايما بنكسب. Y ahora con este grupo. لكن مع المجموعة دي. Ellos tienen la oportunidad de ganar algo. Todos tenemos la oportunidad de ganar. الفريق مع الفريق بتاعنا هيكون عندهم فرصة الفوز. Cambiar rápidamente la situación. وتغيير الوضع من الخسارة للفوز. Por poco que puedan hacer. وبأقل شيء ممكن يعملوه. Era bueno que estuvieran con todos sus compañeros. مهم جدا كانوا يكونوا مع بقية الفريق متواجدين معهم. Aquí vamos directo a los partidos, ya nuestra mente está en los partidos. لأن من هنا هنبدأ نتجه بتفكيرنا للماتشين المتبقيين. Y lógicamente. Nosotros llegamos aquí. احنا وصلنا هنا. El equipo estaba 17 puntos atrás del primero. كان فريقنا 17 نقطة أقل من متصدر الدوري. O sea que el equipo hizo mucho por conseguir estar ahí. الفريقنا عمل كتير جدا عشان يوصل للمكان اللي هو فيه. No hay nada conseguido. لحد دلوقتي ما وصلناش لحاجة. Lógicamente le tenemos mucha ilusión. لكن بنتمنى ان احنا نوصل لده. Como grupo. كفريق. Y para uno. كحلم شخصي طبعا. كحلم شخصي. Y sería muy importante y muy lindo que مهم جدا. Que la gente pudiera volver al campo, ¿no? إن الناس الجمهور يرجع للملاعب تاني. Yo se lo he comentado muchas veces. أنا قلت له علقت على ده كتير. Nosotros jugamos el último partido que nos tocó jugar, empatamos. إحنا لعبنا الماتش الأخير contra el إسماعيلي. Y era un partido definitivo. وكان ماتش مهم Y entramos al campo. ودخلنا الملعب. Frío. وكان ملعب بارد تماما. فاضي. Había 30 personas, كان, 30 فقط, personas. كان فقط 33 33 حاضرين في المدرجات ده كان شيء غريب ده شيء مؤلم جدا yo no sé de seguridad y todo eso. انا ما بفهمش في حكايه التامين لكن مهم جدا ايجاد حل لده كره القدم دي جماهيريه لعبه جماهيريه ده اللعبه الاكثر جماهيريه على مستوى العالم وفريق مثل الاهلي زي الاهلي ليه جمهور كبير ما ينفعش يدخل الملعب ويلاقيه فاضي كده اتمنى ان ده يتحل ايه الاني باسادو ya tuvo para irse هو السنة اللي فاتت كان ممكن يروح لبرشلونة لكن هو قرر ان هو يقعد لكن السنة دي كان عام سيء بالنسبة لأتلتيكو مدريد وفي الآخر برضو كان عام سيء بالنسبة للبرشا Es un buen momento para cambiar. ده كان وقته جيد جدا للتغيير بالنسبة له. Está bien rodeado, va a tener jugadores fantásticos alrededor. هو حاليا هيكون حواليه لعيبة مميزين. Yo creo que le va a ir muy bien. ده أكيد هيكون حاجة مميزة وحاجة جيدة ليه. En los dos casos fueron jugadores de. En el caso de Suárez. في حالة سواريز. Jugador que subió al primer equipo. كان ده فريق كان صعد للفريق الأول. Y bueno, poquito a poco fue trabajando. وشوية شوية بدأ يشتغل. Seis meses, una cosa así. كان حوالي ست شهور. Hasta que le dimos la oportunidad. حتى إن إحنا إديناه له فرصة. Y explotó.
واستغل الفرصة و... creo que hizo 16, 18 goles. ودخل حوالي 18 هدف وبعد كده انتقل إلى هولندا. وفي حال حالة جريزمان كان... في حالة جريزمان كان ناقص لنا في فترة الإعداد لاعب بعثوا لنا جريزمان أنا ما كنتش عارفه pero apenas lo vi me encantó. لكن أول ما شفته عجبني جدا. Pero le dije al gerente deportivo, al director deportivo. عشان كده أنا قلت للمدير كورة. Que va a quedar para disputar el campeonato con nosotros. إن هو هيفضل معانا للبطولة. Hizo un gran campeonato esa vez. وعمل عمل بطولة جيدة جدا. Bueno, de ahí para arriba. En los dos casos. وبدأ طريقه. Gran personalidad. هو شخصية جيدة جدا. Espíritu ganador. وروح فائز دايما وبطل. Claros sus objetivos. وكان أهدافهم واضحة. A mí Suárez con 18 años. Suárez وعنده 18 سنة. Decía que iba a jugar en el Barcelona. كان بيقول لي إن هو هيلعب في برشلونة. Y Antoine. وأنطوان غريزمان. Dijo muchas veces. قال لي كتير جدا. Que él iba a jugar de delantero. إن هو هيلعب سترايكر. En la selección mayor francesa. في المنتخب الفرنسي. Bueno, simplemente agradecerles a toda la gente. أنا بشكر جمهور الأهلي. El apoyo. كل الدعم. Los deseos. والأماني. Sobre todo en los momentos delicados. خاصة في الأوقات الصعبة اللي احنا مرينا بيها. Y bueno, que vamos a hacer todo lo posible. احنا هنعمل كل اللي نقدر عليه. Que vamos a entregar todo lo que tenemos. احنا هنقدم كل اللي نقدر عليه. Para conseguir el objetivo que todos queremos. عشان نوصل للأهداف اللي احنا عاوزينها كلنا. Levantar la copa. ونرفع مع بعض الكاس إن شاء الله. Y bueno, después vendrá la próxima temporada. وهتيجي السيزون الجديد. Y lógicamente tenemos los objetivos más altos. وهيكون أهدافنا أعلى من كده دايما. Pero primero lo primero. لكن دايما بنفكر في الأولوية اللي هو الدوري إن شاء الله. كلام عملي جدا بيقوله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي مارتن لاسارتي، بيقول احنا قدرنا نطور من شكل وأداء ونتائج الفريق وموقفنا في الدوري تحسن كثيرا وأصبحنا في صدارة الدوري مع تبقي مباراتين فقط مع المقاولون والزمالك. بيقول حتى الآن احنا لم نحقق شيء لأنه بيتكلم بشكل عملي انه مش كفاية تتصدر المسابقة، هدف الأهلي دائما ابدا هو الفوز بكل الألقاب والمنافسات اللي بيخوضها على كافة المستويات المحلية والدولية. عشان كده بيقول ان الحافز مرتفع جدا، الكل مركز على الفترة الجاية، ان المباراتين ان شاء الله القادمتين يكونوا مباريات الحسم لمسابقة الدوري ولقب الدوري هذا الموسم، وان كمان يتم تجهيز الأهلي أو بيتم تجهيز الفريق واستفادته فنيا والوصول لأعلى درجة هارموني أو تناغم بين عناصر الجهاز الفني واللاعبين، تحفيز خطط اللعب في الفترة الجاية، علاج أي قصور أو أي سلبيات ظهرت فنيا في البطولة الأفريقية، طبعا بطولة الأندية الأبطال النسخة السابقة، والخروج ما كانش مقنع، شكل فريق الأهلي فيها ما كانش مقنع، إلى آخر هذه الأمور، كيف يتم تعديل هذه السلبيات الفنية وإن احنا نوصل لأفضل شكل ممكن يفجر طاقات اللاعبين وعدد كبير من الصفقات المميزة اللي أتمها مجلس الإدارة والمسؤولين عن التعاقدات في النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت. اكتملت الصفوف في قوة ضاربة في اهتمام بدعم الفريق بصفقات أكتر في الفترة الجاية، شفنا كيفية التعامل مع الأندية الإنجليزية وعملية التفاوض من أجل الإبقاء هيدرسفيلد والإبقاء على نجمنا رمضان صبحي، وإن شاء الله يتم هذا الأمر بشكل نهائي بعد الإبقاء عليه لمدة عام آخر، وأيضا الصفقات الجديدة طبعا بعض النجوم الأفارقة اللي بينضموا للفريق. يعني دايما مجلس الإدارة والمسؤولين عن تطوير كرة القدم والتعاقدات في النادي الكل مركز على دعم الفريق، الحفاظ على القوة الضاربة وإضافة عدد كبير من الأسماء أو أسماء جديدة يمكن أن تضيف قوة للفريق في مراكز مختلفة في الملعب. مارتن لاسارتي بيقول ان شاء الله نستفيد ونصل لاعلى درجه تركيز وان احنا نطبق كل اللي احنا عايزينه خططيا وفنيا عشان نقدر نحقق الهدف وهو الفوز والحسم ان شاء الله من خلال المباراتين المتبقيتين. طبعا كل ما يتعلق بابعاد اللاعبين عن الاجواء والتركيز على طبعا في الفتره دي على كاس الامم الافريقيه في مصر واهتمام الصحافه والاعلام باستئناف الدوري الممتاز بعد نهايه البطوله كان وده كان
حديث ورأي أكتر من نجم استضفناه خلال الأيام اللي فاتت من خلال الأهلي الليلة ومن خلال شاشة قناة الأهلي، أنه كان موقف جيد جدا إبعاد الفريق عن كل هذه الأمور وحصوله على أعلى درجة من التركيز والتجهيز الفني والبدني والخططي، عشان ده ينعكس على أداء الفريق في الفترة الجاية بعد موسم كان مضطرب جدا من ناحية الإعداد والتنظيم لهذا الموسم والاضطرابات الخاصة بالأجندة الدولية وتعارض بعض المواعيد فيها مع الأجندة المحلية إلى آخر هذه الأمور اللي بنتمنى تداركها إن شاء الله في الموسم القادم بعد نهاية هذه النسخة من الدوري العام المصري لكرة القدم، اللي بنتمنى إن شاء الله أنها يعني تكلل جهود النادي الأهلي ونجومنا وجهازنا الفني بحصد لقب الدوري الممتاز، اللي بنقول دائما أبدا إنه البطولة المفضلة للنادي الأهلي وعشاقه وجماهيره في كل مكان داخل وخارج مصر. عايزين نتكلم شويه واحنا لسه بنتابع لقطات من المعسكر، اللي طبعا لقاءات مستمره عبر زملائنا فريق العمل والبعثه بعثه قناه النادي الاهلي المصاحبه للفريق في اليكانتي الاسبانيه، وشفنا لقاءات كلها بتعكس حجم الايجابيات اللي الكل بيجمع على انها موجوده من خلال هذا المعسكر على كافه المستويات الخاصه بالتحفيز والاعداد الذهني والنفسي والبدني والخططي والفني للاعبين. وطبعا دلوقتي بتجري او مستمره دلوقتي واحنا بنتكلم مع حضراتكم المباراه الثالثه والاخيره مع اوكام الاسباني في هذا المعسكر الاوروبي، وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي، وان شاء الله فوز الاهلي تقدم النادي الاهلي 6-0 هو نتيجه الشوط الاول، بالفعل نتيجه كبيره بتفكرنا بالمباراه الاولى اللي فاز فيها النادي الاهلي على ساكر سمارت بتسعه اهداف نظيفه قبل التعادل في المباراة الثانية، تاني مبارياته الودية، ثالث مباراة إن شاء الله هنتكلم أكتر عن تفاصيل هذه المباريات وهنتابعها مع حضراتكم، هتذاع كمان النهاردة إن شاء الله على شاشة قناة الأهلي، هنأكد على حضراتكم مواعيد إذاعة المباراة ويكون فيها استفادة فنية كبيرة للفريق. مرة تانية بنقول لحضراتكم النتيجة دلوقتي للمباراة هي تفوق النادي الأهلي بستة أهداف نظيفة بعد نهاية الشوط الأول على فريقه كامل الأسباني. بإذن الله يكون في استفادة فنية كبيرة جدا من هذا المعسكر ومن اللقاءات الودية اللي كانت مع فرق طبعا مستوياتها مختلفة فنيا، وده كان راجع لتقديرات الجهاز الفني في انه يواجه اكتر من منافس بمستويات فنية متفاوتة ومختلفة علشان نقدر نحقق اكبر استفادة ممكنة من هذا المعسكر، وده ينعكس على شكل واداء ونتائج الفريق في الفترة الجاية ان شاء الله. عايز ارجع شويه مع حضراتكم بعد الحديث عن معسكر النادي الاهلي في اسبانيا لفكره الافضل او الحديث عن الافضل. مش مفترض يكون في اي حساسيه في الحديث عن نجوم القاره السمراء او نجوم العرب، سواء كنا بنتكلم عن نجم مصر محمد صلاح، نجم الجزائر رياض محرز، او نجم السنغال ساديو ماني. اعتقد انها حاجه تسعدنا كلنا ان بنشوف نجوم كبار في البطوله، اكيد كنا نتمنى ان يصل منتخبنا لابعد مدى وان يكون هو صاحب الحظ الاوفر في المنافسه على اللقب وفي الفوز بالبطوله، ولكن يعني لم يحدث، الظروف الفنيه صارت في هذا الاتجاه وخرجنا مبكرا من البطوله. ده لا ينفي النجاحات الكبيره السابقه لمنتخب مصر وانه صاحب اكبر رصيد من البطوله ورصيد بنفتخر به من الانجازات والبطولات، حتى لو كانت هذه النسخه من البطوله لم نقدم فيها انفسنا بافضل شكل ممكن على المستوى الفني، وان كانت ايضا نجاح البطوله فنيا واستمرارها بقوه المنافسه فيها لمجموعه من افضل المنتخبات زي السنغال والجزائر حاجه تسعدنا، لان نجاح البطوله نجاح لمصر كلها وكل الجماهير المصريه مهتمه وشفنا اهتمام وحضور جماهيري في قبل النهائي، وان شاء الله تكتمل الصوره بنهائي اكثر من رائع يسعدنا جميعا انه الاحق فيه يفوز بهذا اللقب. فكره الافضل طول الوقت وان احنا بندور على فريق واحد، منتخب واحد، شخص واحد نقول انه الاحسن في كل مجال، ده حاجه لازم الناس تغيرها او لازم تعيد النظر فيها، لانه لا يتعارض نجاح محمد صلاح مع نجاح ساديو ماني مع نجاح رياض محرز. المقارنات غير مطلوبه، لانه محمد صلاح مهما كان حتى لو منتخبنا او نجمنا محمد صلاح لم يكونوا في افضل حالاتهم او لم يقدموا افضل اداء في البطوله دي، ده لا ينفي عن نجمنا محمد صلاح نجاحه وتالقه كافضل نجوم القاره على الاطلاق خلال عامين متتاليين، وان شاء الله لديه المزيد في الفتره القادمه، وده لا ينفي ايضا حق كل من منتخب الجزائر ومنتخب السنغال في الاشاده بهم وبنجميهم الكبيرين كمان رياض محرز وساديو ماني، وشفنا الهدف الجميل اللي احرزه رياض محرز وحسم مباراه الجزائر ونيجيريا وصعد بمنتخب الجزائر الى المباراه النهائية. فالمقارنات غير مطلوبة هنا، لأن احنا بنتكلم عن نخبة من النجوم كلهم في تنافس مستمر وكلهم تألقهم بيسعدنا، وحق للجمهور الجزائري أن يفتخر بأداء منتخب بلده وبنجمه الكبير رياض محرز، وحق أيضا للمنتخب والجمهور السنغالي أن يفتخر بمنتخب بلده وأداءه في هذه البطولة وبنجمه الكبير ساديو ماني، وليس هناك تعارض بين هذه النجاحات، البعض بيتفوق في فترات والبعض الاخر بيتفوق في فترات اخرى، هي دي طبيعه الحياه وطبيعه المنافسه مش بس في كره القدم في كل شيء، فبلاش اي حد او اي طرف من الاطراف ياخد الامور دي بحساسيه، لانها هي دي طبيعه المنافسه الرياضيه وطبيعه التنافس في اي مجال خصوصا في الرياضه وفي كره القدم.
هننتقل لما أشارت إليه الصحف التونسية. منتخب تونس بدأ بشكل طبعا مرتبك فنيا في بداية البطولة، ولكن تدارك الأمور وعدل من شكل أدائه الخططي والفني في الملعب، غير حوالي 4 أو 5 لاعبين، وده انعكس على الأداء للأفضل انطلاقا من تفوقه في دور ال 16 على منتخب غانا. وفي إشادة رغم الخروج، طبعا في إشارات لعدم الرضا عن حكم الفيديو المساعد أو الفيديو أسيستنت ريفري أو الفار، هذه التقنية اللي البعض دايما بيهاجمها والبعض بيشيد بيها. في بعض وسائل الإعلام أو الصحف التونسية إشارات إلى أن المنتخب التونسي ظلم من وجهة نظرهم في هذه المباراة وهزمته 0-1 أمام المنتخب السنغالي في الدور قبل النهائي. كتبت صحيفة الشروق الصادرة اليوم في صفحتها الأولى مقابلة كبيرة وخروج مشرف لتونس، وأضافت في عنوان كبير ظلمنا الحكم، أن الحكم ظلم المنتخب التونسي. صحيفة الصباح الأسبوعي بتقول شرفتم يا رجال لكن للفار أحكام. بعض الصحف أيضا هناك أشارت إلى لعنة الفار، وتابعت في تعليقها مرة أخرى ودائما تحرمنا التكنولوجيا من حقنا، ووصفت الصحيفة اللاعب فرجاني ساسي والحارس معز بالأبطال غير المحظوظين. موقع تونس الرقمية الناطق بالفرنسية قال أو تساءل هل ساهم اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد في تطوير كرة القدم؟ نسبيا نعم، إلا في أفريقيا فإن الفار بشكل كبير لم يقم بالحد من الأخطاء أو بشكل واضح بالحد أخطاء. يعني ده أمور بتحصل، وجهات نظر، قرار الحكم اللي بيتاخد في جزء من الثانية بيرجعوه من خلال الفار، أيضا حتى اللقطات أحيانا بيكون معقدة جدا مع إعادتها بالسلو موشن ومتابعتها أكتر من مرة، بنكون إحنا وإحنا بنتابع أي مباراة مختلفين عليها، الناس اللي قاعدة في نفس المكان وبتتابع اللقطة بالتصوير البطيء وبرضه مختلفين هي ضربة جزاء ولا لا. دي يعني جزء من عالم ومن طبيعة كرة القدم اللي مش هتتغير حتى مع استخدام تقنية الفار. من ظلم ومن لم يظلم، دي أمور طبعا بترجع للمتخصصين بقى يتكلموا فيها، وناس طبعا عندهم القدرة على أنهم يشوفوا اللقطة بأفضل شكل ممكن ويعيدوها ويصيغوا القرار ويقولوا هل كانت فعلا القرار ده عن حقية وعن جدارة للفريق اللي استفاد بيه أو الفريق اللي لم يحسب له هذه اللعبة أو تلك اللي أثرت على نتيجته في أي مباراة وخرج مهزوما من هذا اللقاء أو ذاك. يعني دي أمور طبيعية في عالم كرة القدم، وفي شعور أو حالة رضا في أوساط الصحافة ووسائل الإعلام التونسية عن أداء الفريق، وبيصفوه بأنه خروج مشرف للمنتخب التونسي اللي طبعا أسعدنا رجوعه للمنافسة وتألقه بدءا من دور ال 16 بعد شكل غير مناسب لقدرات نجوم المنتخب التونسي ظهروا عليه في المجموعة أو في الثلاث مباريات اللي بدأوا بيها هذه البطولة. في تنسيق مع السلطات المصرية، وزارة الدفاع الجزائرية تخصص 9 طائرات لنقل المشجعين إلى مصر، بيصل العدد إجمالا إن شاء الله إلى 870 مشجع، وتباعا على خطوات تمت قبل مباراة نصف النهائي وقبل مباراة النهائي تم التنسيق مع الأجهزة المعنية والسلطات المصرية لاستقبال أكبر عدد من المشجعين والأشقاء الجزائريين الداعمين لمنتخبهم، عايزين يكون حضورهم هم طبعا راغبين في أكبر في دعم المنتخب الجزائري في المباراة النهائية أمام السنغال بأكبر حضور جماهيري ممكن. وفي رسالة وداع حزينة بيعتذر من خلالها قائد ونجم المنتخب النيجيري أحمد موسى، بيقول لجماهير نيجيريا احنا قدمنا كل شيء وكنا نتمنى الأفضل، ولكن هذه هي النتيجة، وكنا نتمنى المنافسة وحصد لقب البطولة والفوز باللقب، ولكن لم نستطع أن نذهب أبعد من هذا. وبيقول فخور بكم يا رفاقي، وتابع ليست هذه النتيجة التي تمنيناها لكننا قدمنا كل ما لدينا من أجل الأفضل، سنظل نقاتل، فخور بكم يا رفاقي، في إشارة إلى باقي نجوم المنتخب النيجيري. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم، دي كانت نهاية فقرة الأخبار، وبالتأكيد كمان سريعا في تأكيدات على عدم وصول الاتحاد المغربي لكرة القدم مع هيرفي رينار إلى قرار أو أنه لم يتقدم باستقالته، وأنه لسه في مفاوضات وتحليل لأداء المنتخب المغربي في البطولة ورؤية الجهاز الفني والمدير الفني هيرفي رينار مع خبراء الكرة المغربية والمسؤولين عن أمور كرة القدم في المغرب لكيفية التعاون في الفترة القادمة أو لما هو أفضل لصالح الكرة المغربية في الفترة القادمة. وفي أكتر من رأي هنستعرضه خلال لقائنا القادم مع الكابتن عمرو الحديدي، هنستعرض أهم التصريحات من خلال تويتر اللي أدلى بيها هيرفي رينار عن هذه الأخبار المتداولة بشأن استقالته من تدريب المنتخب المغربي. مشاهدينا فاصل، وهنتابع كمان خلال فترة التوقف مع الفاصل تقرير، ربما نتابع تقرير ولقاء مع أحد نجومنا من المعسكر الأسباني، وربما نرجئ هذا الأمر إلى نهاية الحوار مع نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا الكابتن عمرو الحديدي.
أهلا بحضراتكم مرة تانية، لسه معاكم من خلال الأهلي الليلة، ونبدأ هذا اللقاء بالترحيب ضيفنا ونجمنا نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا الكابتن عمرو الحديدي. أهلا بك كابتن عمرو، سعداء بوجودك معنا النهاردة. أهلا أستاذ محمد، إزي حضرتك؟ الحمد لله، سعداء بوجودك معنا ودايما بتنورنا على شاشة قناة الأهلي. ربنا يخليك. هنكمل، عايز أسمع تعليق سريع على مفاجأة من مفاجآت البطولة، لأن ده كان خبر بنختتم بيه فقرة الأخبار، وعايزين نكمل كلامنا وحضرتك معانا دلوقتي. خروج المنتخب المغربي، هل بتعتبره كان من مفاجآت البطولة ولا لا؟ وهيرفي رينار ما بين الابتعاد عن المنتخب المغربي أو الاستمرار، كان في تويتة بيتكلم فيها وبيحسم هذا الأمر وبيقول إنه في اجتماعات مع السيد لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كان اتكلم هو شخصيا على تويتر وقال بطلب مني قابلت السيد لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قمنا بتقييم نتائج البطولة التي انتهت بالنسبة لنا، تحدثنا أيضا عن المستقبل، أخبرته بوجهة نظري واتفقنا على عدم الإدلاء بأي تصريح علني. في اجتهادات إذا كان هيستمر ولا لا، عايزين نتكلم عن ده كمدخل للحوار، المغرب في بطولة الأمم الأفريقية. يعني ممكن كنت تقول للناس بتتوقع وجود الجزائر والسنغال ونيجيريا، محدش كان حاطط المغرب في الصورة، ما كانش هتوصل ولا تونس حتى. بص، ما كانش مفاجأة بالنسبة لك خروج المغرب؟ بص، المفاجأة انك مفاجأة ظاهرة جدا للناس، فرق انت ما كنتش حاططها في حساباتك خالص، بنين ومدغشقر، ظهور بمستوى عادي للفرق اللي واصلة نهائي دلوقتي، فجأة ثبات انفعالي في الفترة لغاية ما وصل للنهائي، ابتدت تحس انك في زيادات في المستوى، في زيادة في المستوى، استقرار في المستوى، وظهور لعيبة بمستوى محمد، يعني مش هنكايل الموضوع بمكيالين، ولا تونس ولا المغرب كان لهم في الدور من اصلا. وما تزعلش مني برضو، بعض المدربين الاوروبيين بيقولوا من اكبر مفاجآت البطولة ان تونس لحقت نفسها وتداركت مستواها الفني وعدلت في التشكيل وتغييرات كتيرة وصلتها للسيمي فاينل. بص، انهم بدأوا بداية ضعيفة قوي، اللي بيوصل كويس قوي، انت لسه بتقول اللي بيبدأ بداية ضعيفة، اللي بيوصل لسيمي فاينل عارف ان هو ماشي بخطة ثابتة لغاية ما يوصل للحد بتاع النهائي. شفنا ده في السنغال، شفنا ده في الجزائر، شفنا ده في نيجيريا، شفنا ده في تونس، بس متأخر من دور ال 16 قدام، متأخر. ما تحسبش الأدوار الأولانية التمهيدي دي حسابات لوصول النهائي، لا. هل أحق فريقين فنيا وأداء أفضلهم أداء في البطولة كلها هم اللي صعدوا للفاينل؟ الجزائر والسنغال. السنغال والجزائر طبعا. ليه ومين أفضل، مين كفته أرجح من وجهة نظرك كابتن عمرو؟ ليه؟ انا قلت لحضرتك في حلقه معاك قبل البطوله، عفوا، يعني ده شيء محزن ان انا اقول كده، ان احنا مش هنوصل، دي واحد. اتنين، قلت لك الشكل العام للبطوله هتبقى اقل بطوله امه، اقل بطوله امه فنيا في الملعب. تمام، عفوا، لانك اشدت بالجوانب التنظيميه وبالشكل الجميل. التنظيم ده احنا اتكلمنا عنه، احنا عملنا اعجاز سابقة. اعجاز نتكلم على مستوى كرة القدم، المنافسة فنية، مستوى الكرة اللي احنا شايفينها مش اللي بترضي جماهير الكرة المصرية العاشقة لجمال الأداء. احنا بنتمنى ان الجماهير تختم افتتاح البطولة مع نهاية البطولة، وجودها بقى فرق عربية فرق أفريقية، بس هم الأقدر. أعتقد ان الجزائر كابتن جمال بن ماضي استلم فرقة مش هنقول مهلهلة، متوسطة، عمل فرقتين أداء، مدرب مواطن، مش هنتكلم في الأمور المادية ان هو بياخد كام وحساباته قد ايه، انه أجره أقل كثيرا من ناس تانية ما قدمتش ربع ما النص. قدم في البطولة، احنا هنتكلم في النص. مستواه، فكره اللي ظهر في الملعب، بيدي انذار او بيدي مسج لكل المدربين، انا مدرب بلعب 90 دقيقه بمستوى ثابت بلعيبه ثابته، ما بغيرش، ما بفقدش تركيز لاعب في الملعب عشان اغير، عشان انا امتلكت زمان الملعب ودافع، واللي احنا بنسمعه في معناه ايه؟ انه يلعب ماتش كامل في السيمي فاينال ومقرب من الاكسترا تايم قبل ما يحسمها محرز بهدفه الرائع اللي حسم المباراه، انه يلعب بنفس التشكيل وما يعملش تغيير واحد. استاذ محمد، انت لو خرجنا من اي حاجه بره الكوره وديتني مساحة 85 دقيقة تركيز تام وخرجتني ودخلت حد لمدة 5 دقايق، عقبال ما يخش، ده الواحد بيخش في الماتش في ربع وتلت ساعة عشان يخش، عشان ياخد جو المباراة نفسها. هو بقى عنده خلاص، أنا امتلكت الزمام، ماسك نص الملعب، بلعب على الأجناب،
عندي ثبات انفعالي غير عادي في لعيبتي، عندي ثقه في امكانيات اللعيبه والتحضير، راجل عنده طموح للدقيقه الاخيره ان انا متاكد ان انا هجيب جول. وكان الحقيقه بيهدد المرمى حتى قبل ما يحسموا المباراه بهدف محرز، كانوا الاقرب لمرمى المنافس، كانوا هم بيهددوا مرمى نيجيريا اكتر. مفيش كبر بقى في الحاجات دي، شايف كل اللعيبه مستوى واحد، كل اللعيبه بتادي باسم دوله، مش لعيبه بتادي باسم شخص. لا، احنا عارفين ان امكانيات كل واحد فيهم، بل بتحملك مسؤوليه اكبر لو في اسم كبير في الفرقه، ان هو لازم يكون النجم السطح في المباراه، وده اللي احنا شفناه، ده اللي احنا حاسينه. يعني هل شايف ان هم السنغال فرصها اقل من المنتخب الجزائري في النهائي؟ لان في ناس بتقول لا، خصوصا ان السنغال هيستفيد من ميزه المواجهه اللي تمت بينهم في المجموعه وفاز فيها الجزائر بهدف نظيف، فده هيكون لصالح منتخب السنغال، انه تعامل مع منتخب الجزائر في جوله سابقه في البطوله وخسر منه، فهيبدا يعالج العيوب اللي كانت سبب في هزيمته في المباراه دي. دي لعيبه كبيره بقى، عارفه هتدرس الماتش ازاي. من مباراه ما قبل انا خدت استفاده معينه وهنفذها في المباراه بتاعت النهائي. بص يا استاذ محمد، لازم نبقى متفقين، النهائي ليه شكل تاني خالص. ادوار التمهيديه دي ادوار بسيطه، زي ما تكون بتدرس ماده معينه هتنجح فيها خرجت من السمر كورس. لا، اللي موجود دلوقتي ده نهائي لا بديل عن الفوز. في حسابات تانية بره، اسم الدوله، اسم لاعب موجود ان هو يحصل على احسن لعيب، اضافه ليه ان وصل نهائي بطوله امم افريقيه وهو احد اللعيبه المشاهير. يعني انت هتلاقي نفسك بتتكلم في كفتين، محرز وماني، مش هتتكلم في حد تاني. مش هتلاقي مفاجآت، مش هتلاقي اسم كبير، ممكن تلاقي مدافع، ممكن تلاقي حارس، بس ما تلاقيش نجم. لكن تتوقع انه يحصل على لقب افضل لاعبي البطوله محرز او ماني؟ ما خلاص، مع تألقهم اصلا وقدر نجوميتهم وصعودهم للنهائي كمان. اتكلمت في مجموعه اشياء بتفنش في اسم لاعب، محرز او ماني، ممكن لسه بقول لك ممكن يبقى مدافع، ممكن يبقى حارس. ما هو لو حارس المرمى لو تألق في مباراه هو اللي هيعلي كفه الفرقه. مش هقول لك ابن حلال يا كابتن عمرو، ما دام حضرتك اتكلمت عن النقطه دي دلوقتي، لان انا بيزعجني جدا فكره ان احنا لازم طالما فلان ناجح يبقى نهاجم علان، طالما الف ده ماشي كويس يبقى به ده لازم نقول عليه وحش. يعني فكره ان احنا نشوف ازاي بشكل ايجابي، في مقارنات بتحصل، الكل منحاز لنجمه، الجزائر والسنغال ومصر، حتى مع ظروفنا احنا خرجنا من يعني احنا ظروفنا مختلفه شويه، ان منتخبنا الوطني خرج من المسابقه بدري، فرص الجزائر والسنغال رجحت كفه النجمين على كفه نجمنا محمد صلاح خلال البطوله، لكن كيف ترى هذا السباق الجميل اللي احنا بيسعدنا كلنا انه موجود فيه ثلاث نجوم، نجم مصري ونجم سنغالي ونجم جزائري، ان هم اشهر نجوم القاره وانجح نجوم القاره عالميا دلوقتي. استاذ محمد، البطوله بطوله امم في مصر 19-20 هي طول عمرها يعني او طول توقعاتها هم الثلاث اسماء، صلاح وماني ومحرز. في حد اتضاف؟ مفيش حد. احنا بنقول الفرق ما بين دول، ده وصل ده ما وصلش. محمد صلاح نجم زي ما هو. اسمع الصحف بتقول لك ايه، خروج النجم فرعون الكره المصريه محمد صلاح، وبعدين ذكر مصر. يعني الناس حاطه في حساباتها محمد صلاح، ماني، ان زي ما الناس بتتكلم عن خروج لمنتخب مصر باسمه وتاريخه وخبراته ورصيده، هم كانوا منتظرين البطوله على ملعبه. خبر لافت ايضا خروج نجم زي محمد صلاح من البطوله مباشره، منتظرين النجم ده حصل على بطوله اوروبا هيحقق في بلده بطوله امم عشان يحصل على. الناس لازم تتعامل مع الامور دي بشكل طبيعي، ان دي طبيعه كره القدم وطبيعه المنافسه. احنا بنتعامل بمشاعر مختلفة عن الناس شوية. لا، أنا بتكلم عن إحنا وأشقائنا هنا أو هناك، إن الكل يتعامل بشكل فيه وعي، إن الكل يساعدنا نجاح أي نجم من نجوم البطولة، لأن إحنا عايزين مستوى البطولة يبقى عالي. شوف حضرتك لسه بتقول مستوى البطولة فنياً كنا نتمناه أفضل من كده، إن الفنيات أعلى من كده. فإحنا يساعدنا كل ما هيتألق نجم من نجوم البطولة، أكيد كان يساعدنا أكتر لو نجومنا استمروا وتألقوا، ولكن خلاص يعني الظروف صارت في هذا الاتجاه. ما سمحتش إن إحنا نوصل. أكيد هنتمنى إن إحنا نشوف كورة جميلة ونشوف نجوم متألقين. نتعلم، احنا نفضل نتعلم، نتعلم من الدرس والاخفاق اللي حصل قبل كده، ده مهم قوي. مين وازاي من اصغر واحد لاكبر واحد يتحاسب، من اصغر واحد لاكبر واحد يتحاسب. احنا بنفكر باسم دوله. شايف ان الامور تستحق وقفه حقيقيه طبعاً. بعد اللي حصل طبعا، مش عشان احنا هنحط في كفه الميزان ان احنا حصلنا على بطوله امم ثلاث مرات، 6 و8 و10، لا. احنا بنقول للصالح العام، الكره استاذ محمد بتصالح شعوب على بعض. الكرة دي لغة معينة بتصالح شعوب على بعض، بتسهل أمور سياسية إحنا في غنى عنها، بتسهل لنا حاجات كتير. الكرة المصرية هي متعة الشعب المصري أو مصدر فرحة الشعب المصري،
فلازم تكون بقى أول حاجة بتفكر في شيء يفرح المصريين. اتحاد كورة مكون من أسماء كبيرة تليق باسم الكرة المصرية، لعيبة يتم اختيارها بجدارة عشان هي تستاهل، مفيش محسوبيات، مفيش مين على حساب مين، مفيش مدير فني جاي احنا مش عارفين عنه حاجة، تاريخه بيظهر بعد ما بيحصل إخفاق، بتظهر لي تاريخه بعد ما بيخلص. طب قبل ما كان موجود راح فين؟ قبل ما تجيبه انت مش تعمل سيفي عنه؟ بعد ما بتجيبه وبعد ما بيحقق وبيحصل خد فلوس او ما خدش، دي حاجه تخص ميزانيه الدوله ايا كان، انت في الاخر بتوصل لايه؟ بتوصل بتقول ده كان مش كويس وكان عنده ظروف وما كانش بيحقق. هنقعد نعلق الشماعات لغايه امتى؟ احنا عايزين ناس بتحب البلد دي عشان نجاحها، او الناس اللي موجوده كانت بتحب البلد بس بتحب مصلحتها اكتر ما بتحب البلد. طيب احنا مش هندخل او هنتطرق لاي امور قد تكون محل يعني دراسه او تحقيقات او مراجعه، دي امور طبعا الجهات المختصه بيها هي المسؤوله عنها ولا يصح الحديث عنها، لكن على اقل تقدير ان حضرتك مع الاراء اللي بتقول انه مردود الشغل اللي اتقدم في كاس الامم من منتخبنا وشغل اتحاد الكوره والجهاز الفني المنتخب والمنتخب ما كانش على قدر ما قدم لهذا المنتخب، تسهيلات ودعم الدوله له والترتيبات للبطوله واهتمام الناس والاعلام والصحافه والجماهير، ان ما كانش فيه جهد على نفس المستوى من المنتخب وجهازه الفني ومن الاتحاد، ان احنا مجهودهم كان لازم يكون شكلي وليس فني. شكلي تنظيم شابول لمحمد فضل للتنظيم اللي بدا بيه الافتتاح واللي هينهي بيه، وجماهير مصر اللي حلت الشكل ان احنا لسه موجودين وبلد امنه ومفيش مشاكل ورجوع الجماهير للمباريات القادمه، هي دي اهم حاجه، دي الحاجه الوحيده اللي اكبر مكاسب البطوله دي بس خلاص. ان احنا ازاي نركز على استمرار الجمهور افتتاح في انهاء، ازاي نكمل بالجماهير المصريه المكان الامن الشكل الجميل اللي احنا ممكن ننظم كاس عالم. احنا خرجنا بره اطار ان احنا نتكلم في امم دي بتبقى حاجه صغيره، احنا عندنا كوادر هي شابه تقدر تعمل كاس عالم وبطوله. متفائل ومع الاراء اللي بتقول ان احنا نبدا نشتغل ونحضر نفسنا لمناسبات وبطولات اكبر من كاس الامم الفتره الجايه، ان احنا نقدر على ده مش حلم، ده كان واقع شفناه كلنا، اشدنا بيه الناس، الناس كلها اشد بيه. مش هنتكلم بتوع مصر، هنقول شاهد من اهلها، لا الناس اللي من بره هي اللي قالت. طيب عايز ارجع لمباراه النهائي، كنا دايما في لقاءات منتخبنا المنتخبات العربيه تونس والجزائر والمغرب ومصر طبعا في مقدمتهم، كنا دايما نقول في المواجهات مع المنتخبات اللي جايه من قلب القاره السمراء نقول الجانب البدني في صالحهم. اعتقد الصوره مختلفه السنه دي، الجزائر بتقدم افضل اداء بدني في البطوله كمان. انت بتوصل لاداء 120 و130 و140 دقيقه مفيش اي مشكله. استاذ محمد الناس دي عارفه هي بتعمل ايه كويس قوي، مش قبل البطوله بيام بتبتدي تحط الخطه اللي هتمشي بيها، دي بقى لها فتره طويله سنين، ان انا اعمل فرقتين ايدي اول مره تحصل انك تشوف منتخب فيه فرقتين. شفنا كابتن حسن جاب جده اللاعب الوصيفي اللي بينزل في الدقيقة 70 خد هداف البطولة. شفنا تهديف، احنا كنا مش مصدقين ان مصر ممكن تكسب الكاميرون 4، كل ده شفناه، شفنا 4 وشفنا 1-0 بالعافية. خلاص يعني المنتخبات دي النهائي هيبقى شكل تاني خالص، هتشوف حاجة تانية خالص. ما هو في حلقة حضرتك اهو بقول لك هتشوف حاجة تانية خالص، هتشوف اعجاز لفرقتين يستاهلوا يكونوا هما في النهائي. طيب هل احنا في دروس نبدا نفكر فيها ان ممكن النزول بمتوسط اعمار المدير الفني للمنتخب يعني جمال بالماضي 43 سنه وغيره من المدربين اللي عاملين شكل ونتائج في البطوله، عندنا بقى اللي هو الافريج ايج ده لازم نبدا نفكر فيه ان في خبرات في مراحل عمريه اقل، مش شرط يكون المدرب الاجنبي افضل من المصري، احيانا بيكون الاجنبي قيمه واحيانا بيكون المصري افضل او المدرب الوطني افضل. عايز تقول ايه في النقطه بتاعه اختيار الاجهزه الفنيه للمنتخبات دي يا كابتن عمرو؟ هقول حاجة بسيطة قوي، انت بتصرف على المدير الفني اللي انت جايبه لمصر، اصرفه على المدير الفني اللي انت جايبه من مصر. المدرب الاجنبي اصرفه على المدرب المصري واديله نفس الصلاحيات، اديله نفس الصلاحيات، ما تتدخلش في شغله، خرجه ياخد دورات على اعلى مستوى، يتعايش مع فرق في اوروبا من منتخبات ويروح ويجرب، ما هي مدة معاك مسموح. شوف الفرق بقى اللي هيحصل معاك مسموح، هيبقى عنده جزء وبيبتكر جزء من الخارج ينفع للكرة المصرية. اصل احنا عندنا حاجه مهمه جدا، المدرب الاجنبي هو عوده الخواجه، هو اللي بيعرف يتصرف، هو اللي بيبدع. طب المدرب المصري هيبدع بس تديله كل الصلاحيات، ما تبقاش تليفونات. المدرب الاجنبي مش فاهم اللي انت بتقوله، معاه مترجم هو اللي بيترجم له. المدرب المصري سيبه حاسبه في الاخر، طب ما انت سايب الراجل اهو وبتحاسبه في الاخر، برضه سيب المصري وحاسبه في الاخر. طب
طيب انا عايز في عناوين سريعه جدا الحاجات الرئيسيه اللي رجحت كفه منتخب السنغال على منتخب تونس في مباراه الامس. ايه اللي حسم اللقاء للمنتخب السنغالي؟ فاهمين الدرس كويس قوي قبل ما يلعب منتخب تونس. لاعب لاعب حتى في ضربات الجزاء يمكن قبل وانت في الفاصل في ضربات الجزاء خلاص فهموا ان ساسي بيعمل بطريقه معينه التشيب وهو بيعمل ضربه الجزاء. يعني كتاب مفتوح مقري. انا شفتك مره واثنين وثلاثه هو ده اللي بيفهم الدرس. انا مش بفكر في القديم انا بفكر في اللي حاضر. لو انا متابع اللعيب ده وبتفرج على المنتخب ده فبشوف اداء اللعيب ده. ادي واحد. اثنين قدراتهم وثقتهم انهم هيكسبوا فريق السنغال بالذات. شوف تصريحات بقى المدير الفني ان هو بيطلع في المؤتمر يقول لك ايه انا صممت في قعدتي في المحاضره ان ماني هو اللي يشوط ضربات الجزاء. بص الكلمه راجل مقتنع بامكانيات اللعيب اللي عنده مش مجرد انه اخفق مره او الثانيه يبقى انا اطلع اقول له لا انت البديل بتاعك الرقم رقم اثنين هو اللي يشتغل. لا هو اما ماني جه قال لك ما شاطش هو خلى البديل هو اللي دخل في ضربه جزاء زي دي. احنا هنا في مصر ممكن نتخانق على ضربه جزاء وانا اللي اشاور وشاور المدير الفني وقعد على الدكه اشياء العب انا ولا مين اللي يلعب مكاني؟ مفيش الكلام ده. الناس دي عارفه يعني احتراف، الناس دي عارفه يعني ايه امكانيات، عارفه يعني ايه بطوله امم، عارفه يعني ايه هتضيف له، بطوله الامم دي رؤيه لاختيار مديرين فنيين من اوروبا للاعيبه الموجوده في بطوله الامم دي. دي دوره مصغره لخطف النجوم اللي بتظهر، دي بتظهر فيها نجوم اكتر من النجوم الموجوده. الشيء الحزين اللي محدش واخد باله منه اقل بطوله فيها نسبه تهديف. اقل بطوله فيها نسبه تهديف، عدد الاهداف اللي تم احرازه حتى الان من بدايه البطوله وحتى وبطوله ما فيهاش فراوده، ما فيهاش سترايكر واحد. ما فيهاش سترايكر واحد تقول عليه فرود البطوله اللي هو رقم سوبر ستار يعني. اللي هو يعني كلهم اللي احنا متعودين فيه ان يبقى هداف، احنا كله شغالين كل اللي جاي من تحت. صلاح، ماني، محرز، كل اللي جاي من تحت. اللي هو يملك المهاره ويملك الباص ويملك التسديد على المرمى هتلاقيهم كلهم معدودين على الصوابع. هم دول نجوم البطوله. اربع خمس لعيبه مش الفرود السريع. لا 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 خلاص مفيش. الدوره دي مفيهاش. وده كان حال منتخبنا الوطني كمان، النجوم الحقيقيين المؤثرين وفي التهديف مع هدفين طبعا احرزهم المحمدي كانوا صلاح وتريزيجي، مش خلاص. الفرود هو اللي احرز الهدف. خلاص مروان ولا احمد علي او كوكا. طيب نفس السؤال هسأله عن المباراة التانية بعد إشادتك بشغل الجهاز الفني وخبرات بالماضي وإنه تعامل بشكل جيد مع لعيبته أو عمل فريق أكتر من رائع. إيه اللي رجح في المباراة دي كفة الجزائر على المنتخب النيجيري اللي الناس قالت إن أداؤه كان تصاعدي كمان، كان بياخد ثقة من مباراة الأخرى وفي مباريات بدأ يقدم نفسه فيها كواحد من أفضل منتخبات البطولة. طول عمرنا بنتفرج على المباريات بتاعت منتخبات افريقيا بنقول ان الشوط الاول بيبقى جس نبض. شفناه ده كتير في نيجيريا من زمان ايام اوستن اوكوشا وكانو ودانيول اوموكاشي والاسماء دي. كنا بنقول الشوط الاولاني ايه 2-0 في اوروبا والشوط الثاني 4-2 كسبوا البرازيل كده. لا خلاص فرق شمال افريقيا عرفت الدرس ده كويس قوي ان انا هلعب ما احرزتش هدف انا معايا بونت في جيبي قبل ما انزل المباراه لو ما جبتش جون ما يجيش فيها جون. هوصل في الاخر لايه؟ اكسترا تايم او ضربات الجزاء الترجيحيه. هوصل في ايه بقى؟ لعبه الحظ، تالق الحارس المرمى وامكانيات اللعيبه اللي بتسدد. لا هو بقى الاخر دقيقه عنده اقناع واقتناع لامكانيات لعيبته للروح للاداء للثبات للثبات التصاعدي اللي لسه بتقول يا استاذ محمد من اول ما بدا اول مباراه لغايه اما هيوصل نهائي وهتشوف مباراه نهائيه باسلوب مختلف عن كل الادوار اللي فاتت. في ملاحظه على البطوله بعض الناس مش عارف تتفق ولا لا معاهم يا كابتن عمرو بيقولوا ان مستوى دفاع الفرق الافريقيه فعلا اتحسن وانهم بقوا بيدافعوا افضل حتى لو في نيران صديقه في بعض المباريات او باك اتسبب في هدف او كره يعني اصطدمت بيه ودخلت مرماه وكده اثرت على نتيجه فريقه لكن بشكل عام بيقولوا اصبحت المنتخبات السمراء دفاعها افضل وما بقاش عندها الاخطاء الساذجه اللي كانوا بيكرروها في بطولات سابقه. ايه رايك في الكلام ده قبل ما نتوقف مع التقرير التالي؟ ممكن نقول عليها ان خدوا ديفنسون من قبل كده موقف سونج مع مواقف عدت مع كتير قبل كده بس برضو كلهم محترفين. يعني الضغوط اللي عليهم مش هتبقى زي اللي موجوده في مصر مستحيل. انت هنا بتبقى بتحضر وانت قلقان هناك لا. كل الفرق الافريقيه والفرق العربيه شمال افريقيا كلها بتحضر وهي مش قلقانه. احنا بنقلق مش عارف ليه.
يعني. طيب في تقرير محتوى بيتفق تماما مع اللي حضرتك قلته يا كابتن عمرو، انك قلت ان احق فريقين وافضل فريقين اداء في البطوله صعدوا للمباراه النهائيه. تقرير بيتحدث عن مشوار الفريقين السنغالي والجزائري، وانه نهائي طبعا يليق بالبطوله الافريقيه. بالروح القتالية العالية والكفاح حتى اللحظة الأخيرة، اللاعب الرجولي واصل المنتخب الجزائري مشواره بنجاح في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعدما أضاف المنتخب النيجيري لقائمة ضحاياه في البطولة. قدم رجال جمال بالماضي مباراة رائعة أمام نسور نيجيريا أسقطوهم في اللحظة الأخيرة بقذيفة قوية وماكرة من أسطورة الكرة الجزائرية رياض محرز. ضرب المنتخب الجزائري موعدا في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل مع نظيره منتخب السنغال الذي فاز بعد مباراة ماراثونية على نظيره منتخب تونس بهدف للا شيء. صدقت توقعات الكثيرين من متابعي البطولة عقب نهاية الدور الأول في المنتخبين المرشحين للمباراة النهائية في ظل المستوى المتميز الذي ظهر عليه المنتخبان في الدور الأول وكذلك المردود القوي لهما في كل المباريات التي خاضاها حتى الآن. منتخب الجزائر والسنغال جمعتهما مجموعة واحدة في الدور الأول، ونجح محارب الصحراء في تصدرها بالعلامة الكاملة بعدما حققوا الفوز في المباريات الثلاث بما في ذلك الفوز على أسود تيرانجا السنغالية بهدف للا شيء. الآن المواجهة تتكرر من جديد بين الجزائر والسنغال، لكن هذه المرة بحسابات مختلفة تماما. ترى هل ينجح ثعالب صحراء الجزائرية في تكرار تفوقهم ومعانقة اللقب للمرة الثانية في تاريخهم، أم يكون أسود داكار على موعد مع المجد القاري لأول مرة في تاريخهم وتضاء أعينهم ببريق الذهب اللامع؟ التقرير كان بيتفق مع اللي أشار له الكابتن عمرو الحديدي وبيؤكد آراء كثيرة جدا أنه المنتخبين الأفضل أداء والأكثر ثباتا في المستوى خلال مشوارهم في البطولة منذ انطلاقها وحتى المباراة النهائية الجمعة القادمة إن شاء الله هم الأحق بالتأهل للمباراة والأكثر جدارة بالتأهل، وأنه نهائي يليق بمستوى التنظيم وبالجهد الكبير المبذول وبالحضور الجماهيري المتوقع إن شاء الله، وأنه يكون النهائي على قدر تطلعات الجماهير اللي هتتابع من خلال الشاشات أو من خلال التواجد في استاد القاهرة الدولي في هذا اللقاء إن شاء الله. كابتن عمرو، ايه اللي يحسم اللقاء هنا في ماني هنا في محرز؟ قدرات بدنيه وفنيه متميزه عند الفريقين زي ما حضرتك قلت، مشوار متميز جدا للفريقين واداء بدني وفني وخططي قوي، ايه اللي هيرجح كفه منتخب من المنتخبين في النهائي؟ شغل مدربين بقى، امكانيات مدرب بقى، سيبك من اللي فات ده كله، مدرب مقتنع وحاطط سيناريو ان الضغط كله هيبقى على ماني والضغط كله هيبقى على محرز. هنا جمال بن ماضي وهنا السيسي هيشتغل على البدائل ومع اقتناعه بقدرات اللاعب الفاز اللي عنده اللي يقدر يحل. اداء رياض محرز اكتر شوي، ملفت كتير، مبدع لفرقته واثقين في امكانياته انه يقدر يحل في اي وقت، وهو في حالته كمان ما هي بتفرق النجم في التوب فورم ولا لا. هو الحقيقه ما شاء الله في افضل حالاته في البطوله دي كويس قوي، هو عارف جاي عايز ايه بالظبط من الدوره من البطوله دي. جمال بن ماضي بيعمل مجموعه سيناريوهات، ده اللي احنا شفناه او اللي حد خد باله، اللي اشتغل في سنه الصغير دوت كمدير فني قرا حاجات في الملعب مهمه قوي، ثبات التشكيل، التغيير في اضيق الحدود، شحنه للروح في فرقة الجزائر، هتلاقيه تملي غامض في تصرفاته في الملعب وبيلعب بطريقة مختلفة عن كل مباراة. لو انت شفت المباراة كلها جمال بن ماضي ليه تركة بتعلي كفة الجزائر، ليه تركة صغيرة في التسعين دقيقة بيعلي فيها كفة الجزائر. هتلاقي السجهة التانية الضغط كله على ماني مع زي ما انت بتقول بقى نيران صديقه، انا هعمل اللي عليا وممكن تصادف كره بس احط الكره في الاتجاه الصح. المباريات اللي زي دي استاذ محمد تخلص بكره ثابته
تخلص بكورنر او بكره ثابته. متوقع المباراه دي مباراه هدف او فارق هدف، مباراه 1-0 ومباراه 2-1، ولا مباراه في عدد كبير من الاهداف؟ 1-0 والموضوع منتهي ايا كان من الفرقتين. اصل ده مش هيبقى جيم مفتوح، ده نهائي خلاص. يا اما حصلت على البطوله يا اما بيت الوصيف رقم 2 وخلاص. كل منتخب زي ما حضرتك قلت بينزل يشتغل في اول المباراه انه ما يدخلش مرماي هدف. اقول لك حاجه، احنا هما ما نعرفش حاجه عن المباراه هتشتغل ازاي. اول 10 دقايق بكل المقاييس هتلاقيها جس نبض في نص الملعب ما بين الفرقتين. بعد كده كل مدير فني يبان السيناريو بتاعه، الانطلاقات بقى. انا داخل بقى ايه، بنفس حرب، بجس النبض اللي قدامي اخباره ايه، وابتدي احارب بجميع الجبهات بقى، ابتدي اشتغل كويس. الظاهره اللي اشرت لها كابتن عمرو انها من اقل البطولات في معدلات التهديف او في عدد الاهداف اللي احرز خلال بطولات كاس الامم في كل بطوله او كل نسخه منها، ايه سبب ده؟ ايه تفسيرك لان الاهداف قليله؟ عمله الفيرود مش موجوده، العمله الغاليه شويه مش موجوده، العمله حراس مرمى ولاعيبه نص ملعب بس. يعني انا لو جيت هتكلم عن بلدي مش هقدر اتكلم عن الفرق الثانيه، لو كنت على بلدي هتكلم على الشناوي، هتكلم على طارق حامد، هتكلم على تريزيجيه ومحمد صلاح. لو فكرت في باقي هتدي درجات، تنقص درجه تعلى درجه بس. اما فارق هم الشكل العام. بينما كان دايما بنتكلم في بطولاتنا عن الهداف، دور الهداف في اي بطوله. انت كنت بتتكلم على عمرو زكي، وبتتكلم على عماد متعب، وبتتكلم على زيدان، وبتتكلم على بوتريكا، وبتتكلم على بركات، وبتتكلم على حسام حسن، وبتتكلم على حسام حسن. لا كابتن حسام ملوش دعوه بالموضوع بقى، او نموذج لان الموضوع ده موضوع تاني. الهداف اللي يدخل يحرز سبع اهداف في نص واحده من البطوله. يا استاذ محمد بص، انا عشرت كابتن حسام 10 سنين. في حب وود وعشق بينه وبين الشباك مش طبيعي. مقتنع انك سيرد باك او ليبرو هتخطا، وهو صياد اخطاء هايل. لعبت عليه وانا في المحله، ولعبت عليه في التمارين نايم قناص. كابتن رمضان نفس الكلام، كابتن ايمن شوقي نفس الكلام، فيليكس نفس الكلام، الموضوع منتهي. بص لعبت على فراوده كتير قوي، بس كابتن حسام عنده يقين ان هتيجي فرصه، ربع فرصه يحرز منها. بص هقول لك على حاجه بره الموضوع. احنا في السعوديه كنا بنلعب بطوله الامم، بنلعب بطوله العربيه، والموضوع مع الكابتن جوهري شادد. كنا في سوريا بقى والموضوع شادد جدا، وكل شويه كابتن حسام تيجي له كره تترفع بالعرض يوم واخدها فيرست تايم. الدكتور احمد مجدي يقول لك برضه هو يقعد يعملها على الطاير في ماتش السعوديه. في هي الكره الوحيده اترفعت، خالد عيد، ايمن منصور اترفعت، هي اللي نهت الموضوع. مقتنع بامكانياته اللي هو بيعملها وبيسعى عليها. اصل ده سعي. هنا كلامك معناه ان العمله دي بقت نادره مش بس في مصر ولكن في المنتخبات الافريقيه كلها، المهاجم الصريح اللي هو بيحرز عدد كبير من الاهداف، اللي بيقدر من ربع فرصه يجيب جون. احنا بنتكلم في واحد كان طلبوا باعدامه في مصر انه يبطل قبل 98 في 98 اما رجع من اخر مباراه في كوريا قال لك يبطل. هو مين هدف البطوله؟ حسام حسن ومكارسي، وفي غيرهم؟ انا كنت موجود في الوقت ده. راجل يا جماعه، لا كابتن حسام ما يقارنش بحد، مش تقليلا من اللي موجودين او تقليلا من الجيل اللي قبل، لا. عمرو زكي له مهام، متعب فنان، زيدان امكانيات ومهاره، يعرف يتعامل مع مع الفرق الافريقيه دي عشان هو راجل احترف، وسرعه وضغط على المدافعين. زيدان كان عنده مواصفات اوروبيه، عنده طريقه تانية في الاداء، بيلعب برجل الاثنين، وعنده حاجات، عنده امكانيات كتيره يقدر يحل بيها الغاز. احنا اللي موجودين دلوقتي بنقول حسام حسن كنا بنقول فيرويد والموضوع منتهي. يعني في وسط دول الاسماء دي جاب جول مفهوم. يعني احنا بنتكلم عن بشكل عام، يعني بشكل عام الظاهره دي انه ما بقاش في الفرود الصريح اللي هو اهدافه كتير في البطوله الواحده، دي مشكله بتواجه القاره كلها. استاذ محمد مش منتخب مصر بس. انا هنا في البرنامج وفي حلقه حضرتك قلت لك حتى لو كان في غيار لمروان مش هتلاقي احمد علي، مش هتلاقي احمد علي. طب انت واخده ليه؟ ده هدف دوري يا عم، تديله فرصه انه يقدر يهدف. انت مصمم مروان كوكا الاثنين مش موجودين يبقى صلاح، ونزل حد في نص الملعب. لسه انا سامع حد من كبار النقاد المصريين كان بيتكلم في الراديو من يومين، بيقول وبيسخر من فكره انه لاعب يحرز 18 هدف في الدوري الممتاز وما ياخدش فرصه، يعني او ينزل يعني مش عارف يهدف في البطوله. يبقى انا ايه الرساله اللي ببعتها للناس او بوصلها؟ لان اللي هيتنافس فيك والافضل مش هيلعب. يعني دي مشكله او دي اشكاليه كبيره. راجل طموح ما يعرفش حاجه اسمها سن كبير وسن صغير. تفوق على كل الفراوده اللي موجوده في الانديه الكبيره، اولهم اهلي وزمالك، بالمحترفين اللي جايبهم مثلا بيراميدز.
راجل من فرقه عماد النحاس اداله كل دعم وكل اكسير الحياه، وكان على مستوى الثقه، يكافئ المقاولين العرب كاسم، ويكافئ كعماد النحاس كمدير فني، ويكافئ فرقه المقاولين بامكانياته. طيب خلينا ننتقل لبعض المحاور الثانيه. في اشاده في الصحف التونسيه يا كابتن عمرو بيقولوا خروج مشرف والناس ماسكين في الفار، ببساطه كده الناس رامين او بيصبوا غضبهم على الفار، بيقولوا الحكم الفيديو المساعد ده قافه والتكنولوجيا دي مشكله، وانها اصابت كره القدم بقدر من الظلم، وانها دايما بتيجي يعني ضدنا او مش في صالحنا الى اخر هذه الامور. هل في اخطاء جسيمه ممكن تكون تسببت في خروج فريق بشكل غير مستحق؟ تونس ليها ضربه جزاء واضحه مش محتاجه، شايف انهم لهم حق في انهم يكونوا ما فيهاش كلام. بس في نفس الوقت ده جزء هنسلط الضوء عليه، بس في نفس الوقت فرقه تونس كانت تقدر تكسب. هدف ساسي لو كان احرز بين الهدف كان الموضوع خلص. يعني انت فرق في الدقيقه 85 86 او 80 81 ضربه جزاء لتونس، الجهه الثانيه لفرقه يعني شايف ان الكوره دي اللي تابعها الحكم اكتر من مره كانت ضربه جزاء مستحقه للمنتخب التونسي. خلاص كانت غيرت شايف ان لهم حق في غضبهم وغيرت الموضوع خالص. ما هو ما اشادش بالفار ده، صب غضبه على حاجه معينه هو حاسس ان هي ظلمته. ما انت هدف وصلك للنهائي لهدف خرجك من البطوله خالص. هما بيقولوا ان المنتخب التونسي خروجه مشرف، الصحف وسائل الاعلام التونسيه بتقول انكم ادائكم مشرف، وانهم راضيين، الاوساط الجماهيريه والاعلاميه في تونس بتقول انتوا ادائكم تحسن من بدايه البطوله وصولا الى السيمي فاينل، ان كان في رضا عن التغييرات اللي حصلت. ما نعرفش طبعا اذا كانت من داخل الجهاز الفني من العناصر المعاونه لالان جريس او رؤيه من الاتحاد التونسي، لكن حصل تغيير مفاجئ في مباراه غانا. ايه اللي ممكن يعمل تغيير بالحجم ده في منتخب في مرحله من مراحل البطوله يا كابتن عمرو؟ خمس لعيبه مره واحده بيتغيروا في الملعب، شكل اداء الفريق بيتغير بشكل افضل بكتير. انت واثق في قدراتك اللي انت ضمتها. انت ما عندكش البديل الكفء اللي تعلي بيه. انت بتغير في وقت انا واصل لدقيقه 85 وماسك زمام الملعب، قررت اني نزلت وليد، مش تقليلا في وليد ليه حاجه معينه، ليه مهام معينه. انت خرجت قلب الملعب لاطراف الملعب، قلب الملعب نفسه، حتى لو انني مش الديفندر المدافع زي طارق، في كل الاحوال عنده ملكه ازاي اخرج بالمباراه للامان. انت نزلت وليد عشان تهاجم، هي بعد الدقيقه 85 86 ابتدت تهاجم عليك كونتر اتاك في لقطتين جون وانفراد والشناوي، كان ممكن بعد التغيير اللي حصل ده ما فيش يعني اتكلم بدقيقتين ثلاثه بعد هي التغيير. كورنر اتردت الجهه الثانيه، يعني انت كنت على التهديف راحت الجهه الثانيه بقت بيها مشكله. وانت وصلت بيك لانك انت بتضغط بكل امكانياتك وانت مش حاطط في احتمالاتك للكونتر اتاك، اتعامل مع المرتدات عليا ازاي في الملعب. إيه؟ ما انا وصل بيا في الاخر ان الكره كانت 2-1 رايحين على مساك واحد، خلاص انتهى الموضوع. يعني هنا شغل الجهاز الفني ازاي يغير تغيير سليم في الوقت، خصوصا انك الوقت ده هيدي لك فرصه لضربات جزاء ترجيحيه الاكسترا تايم. يعني كان ما فيش ما يبرر اللي حصل ده في التوقيت ده من المباراه. امتى تعمل ده؟ اما اكون حاسم المباراه بهدفين وببتدي امسك زمام الملعب ويبقى عندي محطه من على الاجناب اقدر احل بيها، او اما اكون متاخر عن الفريق اللي قدامي خسران بقى بهدف وعايز اعوض بقى، لازم اغامر. واحد زي اتنين انا بغامر وخلاص. واحد زي اتنين دخل فيه هدف او دخل فيه هدفين، انا بقى درون. طب ما انا ما افقدش البونت اللي معايا، خلي ضربات الجزاء هي السؤال او الاجابه لحراس مرمى للفريقين. يعني متفق مع وسائل الاعلام التونسيه اللي راضيه عن اداء فريقها وبتقول انه قدم مستوى مقنع ومرضي خلال البطوله، وانهم ظلموا في موضوع ضربه الجزاء. مقتنع تماما ان ليه ضربه جزاء كانت تغير كفه المباراه خالص. طب شايف ازاي اشكاليه الفار دي؟ ان المفروض الفار ده كان يحسم حاجات كتير قوي، واتعملت التقنيه دي يا كابتن عمرو علشان مفيش فريق يتظلم ولسه في خلاف. يعني بنعيد اللقطه في الفار والحكم يشوفها ويفضل الناس مختلفه عليها مع اعادتها 10 مرات قدام. شروطها ايه؟ اللي يرد عليها دي الحكام الكبار الموجودين عندنا في مصر. شروطها ايه؟ حكم المباراه هو صاحب القرار النهائي، ام الاتصال عن طريق السماعه ان المجموعه اللي داخل الفار او اللي داخل الغرفه هم اللي شافوا على الشاشه ثلاثه اجمعوا فبيرفضوا راي الحكم اللي في المباراه؟ لا، دي لازم يبقى فيها اتفاق. لسه برضو هندور على مشاكل، لسه برضو هندور على شماعات. الحكم اللي في الملعب مع شاده الثلاث حكام او الاربع او الخمس حكام الموجودين في الفار لازم يبقى في تنسيق ما بينهم، ان القرار خماسي رباعي سداسي المجموعه كلها متفقه. مش في الاخر انت بتقول لي بقول لك لا مش ضربه جزاء زي مباراتنا مع السعوديه.
عادها ثلاث مرات وهو مصمم ان هي هدف وصمم ان هي ضربه جزاء. احنا شايفين لا هو شاف اه خلاص يبقى القرار في الاخر في الاول حتى لو استعان بالمجموعه اللي موجوده في الغرف يبقى قرار حكم الملعب. هنفضل دايما ان الحكم هو صاحب القرار وان احنا في النهايه لازم نتعامل مع ده دور. واقع هنفضل نتعامل معاه في كره القدم. مجموعه ادوار والقرار في النهائي اللي موجود في الملعب. لكن لسه مع الفار ومع إعادة اللقطة وإن الحكم ياخد وقته ويخرج من الملعب أو يسمع بالسماعات من الفريق اللي بيعاون أو من الحكم المساعد في لقطات بتبقى حتى مع إعادتها صعبة قوي القرار فيها. عدى دقيقة في مباراة تونس عدى دقيقة. وفي قرارات بيبقى الناس حتى اللي قاعدة بتشوف المباراة في أي مكان بيتكلموا مع بعض نصهم شايف انها ضربه جزاء ونصهم مش متفق مع الكلام ده. مش بتكلم على مباراه معينه بشكل عام يعني. انت بتتكلم بشكل عام ان اللقطه ساعات مع اعادتها ثلاث واربع وخمس مرات صعب انك تحسم راي على اللقطه دي اذا كانت هقول لك على حاجه وانت بتتفرج بتبقى الرؤيه سريعه اما بتهدى شويه وبتبعد حبه وبتشوفها بهدوء تبتدي تحدد الرؤيه السليمه زي التشخيص. الناس بتبدا بقى تدخل في تفاصيل اللاعب كان متعمد ولا كان بيحاول يهرب من الكوره وخبطت فيه صدمه مبررات بقى. هل كان بيبعد هل ايده وقصد ايده تعضرت الكوره ولا كان بيحاول يرجع بايده بسرعه بتاعت تونس من رمي التماس وقفت على ايد مفيش حاجه اسمها دي في طريقها للجون طريقها للجون. لا هي في فرق بين ان انا بسدد وايدي ثابته في مكاني عن ايدي في ارتفاع معين وكره وقفت عليها زي الكره اللي جت في ماتش جنوب افريقيا في كوع ايمن اشرف بس حاطط ايديه ورا ظهره. لا خلاص لعيبه جنوب افريقيا اشرف الحكم ما فكرش فيها لان اللعيب حاطط ايديه ورا ظهره الكره مش ممكن تتحسب يعني. دراعاتك حمايات في الاداء بالنسبه للمدافعين الجناحات اللي انت بتساعد بيها هي عايزه تبعد ما بينك وما بين الفيرود عشان اما يحصل التحام تبقى انت مامن نفسك لاي خبطه تيجي من اي اتجاه. في الوقت دوت توقيتك التوقيت والالتقاء في الثبات ده اللي بيفرق مدافع عن مدافع. وارد انك بتطلع بالجنب مغمض العين اما بتكون انت مفتح عين ما اعتقدش انها تيجي في ايدك. انت لسه بتقول ايمن اشرف حطها ورا ظهره خلاص يعني مش ممكن بقى الحكم يعاقبه هو داخل للكره وهو عامل حسابه ان انا باعد ايديا عن اتجاه الكره خالص وانها مش عامله اي حيز خارج جسم اللاعب مش معترضه طريق المرمى. طول ما الكره في اعتراضها لطريق المرمى تحسب ضربه جزاء. طيب انا برضه عايزين نتكلم عن منتخب عن منتخبنا الوطني شويه بمنتهى الصراحه. رايك ايه في اجيري وشغل اجيري خلال فتره الاعداد للبطوله وخلال فعاليات البطوله نفسها؟ مفيش حاجه اضافت لمصر مفيش حاجه اضافت للعيبه هو ما اضافش حاجه. في مدير فني بيفرق مع فرقه وفي فرقه بتعلي اسم مدير فني. اجيري زي كوبر اقل من كوبر افضل من كوبر؟ اقل من كوبر. اقل في ايه؟ طبعا هو كوبر كان بيمشي بالشعار بتاع الادافع واستنى ربنا يكرمني في المرتدة اجيب بيها جون. اجيري طمع الناس ان اللعب بتاعه مفتوح انا بهاجم. كان زمان واحنا موجودين كان يقولوا الخواجه يقول لنا انا مستر هولمان بيسالوه قال لهم انا بجيب اربع خمس تجوان ايه يعني ميجي فيها جونين بس الكلمه لكن ده تصريح هولمان الشهير اما كان بيقول انا بكسب 4-2 و5-2 ما تكلمونيش عن الاجوان اللي بتدخل مرمى الاهلي طالما بكسب كتير. واخر المده قال كلمه انا شبكتي قعدت لغايه 16 مباراه في وجود الكابتن شوبير وخط دفاع النادي الاهلي ابو الذهب والحديد وكمونة ومشير عذراء ولم يتم فيها التسجيل. 16 مباراه وصلنا لل 18 كنا بنتراهم مع بعض واحنا عادي ها مفيش خلاص ماشي. واما دخل هدف كان الكابتن شوبير غير وكان كابتن كرامي مدي تجربه للتبنسوت وكسبنا المحله 3 وجي جون في اخر دقيقه وكسبنا 3-1 كان اول هدف دخل. ايه اللي خلاه يوصل من المرحله دي للمرحله دي؟ يعني راينر هولمان الشكل الهجومي الشرس جدا هو كان مركز عليه في البدايه، ازاي قدرتوا توصلوا لمرحله الاداء اللي هو فيه بيرفكشن الى الاداء المثالي في الملعب اللي يخليني مع غزاره الاهداف كمان ما يدخلش مرمى اهداف؟ ان انا متاكد من امكانيات فلوديتي ان هي بتهدف انا دوري ان انا امنع التهديف عليا. يعني كان هادي وكابتن اسامه الناس اللي كانت موجوده في الملعب كانوا حاجه تانية خالص. كابتن ابراهيم حسن عايز ارجع بقى لكوبر واجيري مين عمل ده ومين ما قدرش يطبق ده ومين يعني مين عمل كوبر فهم الدرس وعاش مع مصر كويس قوي وتعامل مع امكانيات اللعيبه وامكانيات التهديف للمنتخب المصري فرصه قصاد 90 دقيقه 90 دقيقه انا مقفل وبلعب على الفرصه. اجيري ال 90 دقيقه انا بهاجم وما عنديش ادنى شك ان انا هيجي فيها اهداف. لا مش بالعكس انا 90 دقيقه بهاجم والوحيده المرتده عليا هي نسبه النجاح للفرقه الثانيه. فشايف انه حتى ما فيش شكل سليم للاداء الخاص بمنتخب مصر في البطوله دي لا دفاعيا ولا هجوميا
مفيش شكل حتى شبه اللي كنا عاملينه ايام كوبر اللي هو كنا كمان بننتقده وما كناش راضيين عنه. لكن حضرتك بتقول يا كابتن عمرو انه افضل او له شكل وله مردود في الملعب ونتائجه وانعكاسات شغله الفني افضل كتير من شغل اجيري. في حاجه واحده انت مع اجيري انت التهديف مهاره مراوغه وامكانيات لاعب تريزيجيه سرعات محمد صلاح وتهديف كور عرضيه استعمال الفرص الضعيفه لتحديد اهداف محمدي خلاص. اما كوره بامكانيات المره الوحيده اللي احنا قلنا فيها هي اول مباراه ما شفنا الوان تو هات كتير ما بين صلاح وما بين عبد الله السعيد وما بين مروان وفجاه بدون تهديف برضه بتستعمل اللاعب الجوكر رقم الكومي رقم واحد للتهديف يا صلاح يا تريزيجيه. ايه رايك في الاختيارات ايام كوبر رغم انتقادنا الشديد واختلاف كبير معاه في اوساط النقاد الرياضيين وفي وسائل الاعلام ورأي الجماهير كمان في طبيعة أداء منتخبنا تحت قيادة كوبر اللي ما كانش مقنع على الإطلاق، لكن كان في أوراق كتيرة متاحة مع المجموعة اللي موجودة في رمضان صبحي في كهربا في عناصر ممكن تضيف في الملعب، حتى ده فقدناه مع أجيري. أنت في الوقت اللي أنت بتختار فيه يعني أنت ضميت وليد سليمان بعد ما زهقته فترة طويلة أحسن لعيب في مصر. أنت جات عليك ضغوط عشان تاخد عبد الله السعيد. سمعت هتافات ومقارنات احسن باك ليفت في مصر عبد الله جمعه ايه الموضوع؟ ايه المشكله؟ ما عندكش الهاف اللي يعمل باس يجيب هدف زي صالح جمعه. الوقت ده انا بلعب باسم مصر مش بلعب باسم اشخاص. انا عايز اللي يحل لي اللغز. انا عندي اللي هيوديني للجون. اللي هيخلي في ناس كتير كمان يا كابتن عمرو بتقول ان كارت مهم جدا زي عمرو السوليه بقدراته انه بيقدر يلعب دور الهاف ديفندر وعنده التالنت عنده المهاره في الهجوم وبيقدر يكمل ويحرز اهداف كان يبقى من البدائل المتاحه قدام المنتخب كان يبقى مع المنتخب في البطوله زي لسه ما كملتش كده محمد هاني واحمد فتحي انت بتقيسها ازاي سن ومش سن مفيش حاجه اسمها سن سن ايه ما انت خدت احمد محمدي المحمدي وراجل هايل وخدت احمد علي هداف الدوري اللي انت ما لعبتوش الكيمياء اللي انت اخترت بيها دي كميتك انت او الضغوط اللي عليك خليتك شايف فيها اخطاء كبيره طبعا هي انا بقى فيها كبر ليه ان انا ما اخدش باك ليفت هيحل لي الغاز عنده من المهاره عنده من المراوغه عنده من الكروس باس لعيب كويس محمد هاني نفس الكلام هي اللعيبه دي ما بتتكلمش ما بتطلعش تدلي باي احاديث صحفيه خلاص يبقى انا كلامي المنتهي انت خدت ايمن اشرف هو قعد سنه كامله او سنتين بيلعب مساك صحيح احمد ايمن منصور نفس الكلام سنتين ثلاثه كاملين بيلعب صد باك بقى 4 و5 من ايام المصري وبعدين قلت بقى اجربه اخرجه بره ده انت خدت عمر جابر باك ليفت خفت لحسن النقاد تضايقك قمت لف في الدايره وحطيته ناحيه الرايت قدام المحمدي او جنب المحمدي غيار مع انه بقى له فتره ما بيلعبش باك رايت انت هي الناس كلها اجمعت على انه كان اختياراته سيئه جدا وان قدراته الفنيه كانت اقل كثيرا مما توقعناه ومن قيمته التعاقديه ومما قيل عنه يعني من كل شيء الحقيقه. طيب كابتن عمرو خلينا ننتقل لايجابيات البطوله طبعا الشكل والتنظيم وكل شيء زي ما قلت الامور كلها يعني بتسعدنا ونتمنى انها تكمل بنفس القوه ان شاء الله ونفس القدر من النجاح والابهار في مباراه الختام وفي حفل الختام ان شاء الله. خلينا نتكلم شويه عن ابرز نجوم البطوله فنيا مين اكتر النجوم اللي استمتعت بادائهم في البطوله حتى الان؟ انا مبسوط بتريزيجيه عن اي بطوله تانية ظهر شويه محمد في الاجزاء اللي اتعمل فيها كان ايجابي الاجزاء اللي كانت موجوده في الملعب محمد صلاح ماني بس تصاعدي في البدايه كلنا حسينا ان هو مش موجود رياض محرز من اول دقيقة متألق في البطولة شفنا ناس طيب خلينا قبل ما نكمل كلام كابتن عمرو نشوف التقرير التالي عن واحد من أبرز نجوم البطولة واللي تألق وتألقه أسهم في صعود منتخب بلده المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية مساء الجمعة القادمة إن شاء الله خلونا نشوف هذا التقرير عن رياض محرز كثير هم من يمتلكون المهارة على البساط الأخضر وقليل من يستحقون لقب الشخص القائد وإذا جمع لاعب الكرة بين الشخصية والمهارة فإنه يصبح مثالا وقدوة لزملائه ولبقية اللاعبين هكذا
قدم رياض محرز صانع ألعاب مانشستر سيتي وقائد المنتخب الجزائري المثل والقدوة بعدما قاد رجال صحراء إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عقب التغلب على نيجيريا بهدفين مقابل هدف ليصبح منتخب الجزائر أقوى المرشحين للتتويج باللقب القاري بين كبار القارة السمراء. صاحب الرقم 28 أضاف جمالا وتألقا جديدا لرقم 7 والذي يرتديه أصحاب المهارات الفردية حول العالم والأكثر جهدا وعطاء على المستطيل الأخضر ليبهر الجماهير الجزائرية والعربية على حد سواء خلال مشوار البطولة. ولما لا، فمنتخب الجزائر ما زال حتى الآن الأقوى دفاعيا، لم يستقبل سوى هدفين منذ انطلاق الكان، والأقوى هجوميا بعدما سجل لاعبوه 12 هدفا كاملا. رياض محرز هو أحد نجوم القارة السمراء المتواجين بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية. حصد لاعب الجزائر لقب أفضل لاعب في إفريقيا عام 2016، كما حصد لقب أفضل لاعب مع ليستر سيتي في موسم 2015-2016. مسيرة احترافية مشرفة خاضها الدولي الجزائري بدأت في نادي كيمبر كيرفيونتون الفرنسي في يوليو 2010، ثم انتقل محرز بين الأندية الفرنسية حتى استقر في ليستر سيتي بعد 4 سنوات في موسم 2014، وعقب تألقه مع الفريق الإنجليزي انتقل رياض محرز في يوليو 2018 إلى مانشستر سيتي فريقه الحالي ليبدأ مرحلة جديدة من التألق والنضج الكروي. في الدوري الإنجليزي خاض رياض محرز 166 مباراة بين مانشستر سيتي وليستر سيتي، سجل خلالها 46 هدف، صنع 32 هدف. أما مع محارب الصحراء فانضم محرز إلى منتخب الجزائر في 31 من مايو 2014، شارك في 51 مباراة دولية سجل خلالها 12 هدف. المحارب الجزائري تفصله خطوة واحدة عن قيادة كتيبة المحاربين نحو اللقب القاري، فهل سيواصل رحلة الإبداع في المباراة النهائية؟ زي ما شفنا مع حضراتكم آخر صورة في التقرير كانت فيها النجمين ساديو ماني ومحرز في نفس المباراة، في لقطة من المباراة اللي جمعت المنتخبين في المجموعة، منتخب السنغال مع المنتخب الجزائري واللي فاز فيها المنتخب الجزائري بهدف نظيف. هل يتكرر نفس السيناريو ويكون الفوز حليف المنتخب الجزائري أم يقلب الأمور لصالحه منتخب السنغال في المباراة القادمة في النهائي مساء الجمعة القادمة؟ وكان طبعا نجوم البطولة زي ما قلنا من بدايتها وقبل أن تنطلق حتى مع الظروف الخاصة فنيا بمنتخب مصر اللي لم تسمح له بالاستمرار أو أنه ما ظهرش بالشكل المتوقع منه لعوامل كتيرة اتكلمنا عنها وزملائنا اتكلموا عنها في الفضائيات المختلفة، وإن شاء الله الأمور كمان يتم العمل على تطويرها وإصلاح هذه الأخطاء في الفترة القادمة. لكن بإجماع الآراء كان محمد صلاح طبعا واحد من أكبر نجوم هذه البطولة مع ساديو ماني ومع رياض محرز، ولكن عدم استمرار منتخب مصر في السباق طبعا أثر على استمرار صلاح كواحد من أبرز نجوم البطولة نظرا لخروجنا المبكر في دور الستاشر. رياض محرز مين أبرز نجوم البطولة؟ برجع لسؤالي اللي سألته لحضرتك مرة تانية كابتن عمرو، رياض محرز ومين تاني وليه هما نجوم البطولة دي؟ رياض محرز وماني هم خلاص. ليه؟ من أول دقيقة لآخر دقيقة، من أول مباراة في بداية انطلاق البطولة لغاية المباراة النهائية اللي هتلعب يوم الجمعة، الراجل مستواه ثابت وبيزيد بوضوح إنه بيعلي كفة فرقة. في إمكانية، في وإحنا في الفصل بنتكلم في إمكانيات لعيبة كتيرة موجودة في الجزائر، بغداد بنجاح وجندي مجهول، بس الألماظة اللي بتعلي كفة منتخب الجزائر امكانيات رياض محرز باقناع جمال بن ماضي ان هو اللي هيعلي كفه الجزائر. يا جماعه ده شغل نفسي بيعمله المدير الفني على اعلى مستوى. انت بيحققوا المكسب وبغداد بنجاح بيبكي في الصوره لان هو ما كانش في ضربه الجزاء ليه الحظ انه يحرز الهدف. طيب خلينا نتكلم عن ننتقل من الحديث عن كأس الأمم الأفريقية لمعسكر النادي الأهلي في أليكانتي الإسبانية، متفوق بفارق كبير جدا من الأهداف في المباراة الثالثة مع أوكام الأسباني، كانت انتهت نتيجة الشوط الأول بتفوق الأهلي 6-0، ودي ثالث مباراة وآخر المباريات الودية اللي بياخدها الأهلي في معسكره الأوروبي استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز. شايف إزاي هذه الوقفة، السفر لأوروبا، المعسكر الأسباني وتجهيز الفريق والتركيز كأننا فعلا بين موسمين؟ بص محمد، ذكاء شديد
مجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني والجهاز الاداري بقياده الكابتن سيد عبد الحفيظ وقبل اي حاجه كابتن محمود الخطيب، احسن وقت تفصل ما بين قبل ما انهي البطوله للفتره اللي فيها البطوله. انا حولتها من فتره راحه لفتره اعداد، منها فتره اعداد تبدا بعد بطوله الامم لانهاء الدوري، ومنها تجهيز باقتصاب اللعيبه الخارجيه لتبادل اللعيبه لخروج اللعيبه للاعارات لرجوع الاعارات للنادي الاهلي. وقت هايل لده، احنا بنشفق بس على اللعيبه بتاعت المنتخب اما تنضم. فتره الاستشفاء بتاعتهم ان هم يعتبروا انضموا فعلا المعسكر، وكنا من يومين في متابعتنا في تركيز من الكابتن سيد عبد الحفيظ ومن عناصر الجهاز الفني على انهم يرجعوا اللعيبه بسرعه، يخرجوهم طبعا من الاثار النفسيه. طبعا الكل ما كانش راضي وكان محبط نتيجه الخروج المبكر، لكن ان هم يدخلوا بسرعه مع الفريق، وان كان الجهاز قال انه ما كانش قلقان على الناحيه البدنيه لانهم لعبوا 4 مباريات رسميه في كاس الامم. اهم حاجه في الوقت ده انت لسه حضرتك بتدرس محمد الحته النفسيه. خلاص بطوله انتهت، مفيش نصيب ان احنا نكون موجودين فيها. على وشك النهايات والدخول في حسم بطوله الدوري في مباراتين الاهلي والمقاولين والزمالك والاسماعيلي ثم الاهلي والزمالك. تطلب ايه من نجوم من لاعبي النادي الاهلي قبل ما يخوضوا المباراتين المتبقيتين؟ نجوم النادي الاهلي بنقول لهم احنا كنا بنتفرج على بطوله امم، واحنا منتظرين نشوف بطوله امم تضاف لسته وثمانيه والعشره. الجماهير اللي موجوده في مصر هي 100% بل 99% جزء اهلي وجزء زمالك. فهنا النادي الاهلي يفرح بقى الناس اللي كان فيها قلبها حزن وبكى لبطوله امم. ما كانش لنا نصيب ان احنا نحقق حتى وصول الادوار النهائيه. فاعتقد ان لعيبه النادي الاهلي بتفكر بشكلين، حسم بطوله وبدء بطوله جديده، بس بتمشي بالسيناريو الاول حسم البطوله الحاليه الأول. طب ايه اكتر الحاجات او الاهداف الفنيه اللي كان لك ملاحظات عليها في الفتره اللي فاتت خلال مشوار الدوري يا كابتن عمرو، واللي بتتمنى يكون الجهاز الفني اشتغل عليه حققها في المعسكر ده؟ لو انت بصص عليها زي هي ارتفاع معيار التهديف ايا كان مين. بقت اسلوب التهديف من مدافع لنص ملعب لفيرود، ابتدت الامور بقى فيها استقرار، عدم ادلاء باي احاديث زي استمرار الدوري قبل بطوله الامم وما يحصل انطلاق للبطوله. قرب مستر لاسارتي للعيبه، انضمام اللعيبه والانسجام اللي حصل في معسكر اسبانيا. هترجع تقول ايه هو ده النادي الاهلي اللي انا عايز اشوفه في الشكل ده؟ يعني تتمنى معدل التهديف يزيد؟ ده كان اكتر او ابرز ملاحظاتك اللي كنت تتمنى انها تتحقق من خلال فتره الاعداد. اخرج من الموقف اللي انا فيه، اسافر لدوره بره، العب في دوله اوروبيه، اعلي نسبه التهديف ايا كان اسم الفرقه انا بلعب قدامها. المكسب والتهديف بيجيب سكور وبيدي ثقه للعيبه. بيدي ثقه للعيبه. دلوقتي لعيبه النادي الاهلي بقت كلها بتتكلم في ادلاء في شريط. طب ليه ألعب؟ استفيد فنيا ازاي؟ يعني في ناس بتتابعك وبتسمعك دلوقتي يا كابتن عمرو ممكن يقولوا ايه؟ طب ايه الاستفاده من ان انا اواجه فريق يعني مثلا الاهلي فاز في اولى مبارياته الوديه على سوكر سمارت 9-0، فواضح ان في مستوى وفارق فني كبير جدا بين الفريقين. في ناس تشكك في المباريات دي، يقولوا طب انا ايه استفادتي الفنيه اما لاعب فريق مش منافس حقيقي في الملعب وما اقدرش اقيس عليه مستوى المباريات الصعبه اللي هلعبها؟ احسن من التمرين. وناس تقول لا ده مفيد جدا فنيا، عايزين نعرف من خبراتك اهميه المباراه. احسن من التمرين في كل المقاييس. انا لو جمعت فرقتين من النادي الاهلي الف وب ولعبتهم ضد بعض احسن مباراه مع اي فرقه. لا، لازم يبقى فيه انطباع. ما انا برده ده اللي بلعب عليه، ده زميل ليا، غير ما بلعب مع خصم ايا كان امكانياته انا حاطه في قالب معين هعرف اتعامل معاه ازاي. 9-6، طب ما احنا مره من المرات واحنا في المانيا مستر هولمان قال لنا، احنا هنلعب فرقه هامبورغ، قال لنا لو خسرت الشوط الاولاني 5-6 ما تزعلوش، انتوا تلعبوا ثالث الدوري الالماني، الشوط الاولاني 2-0 لينا. 2-0 لينا. شوف الحافز بقى عند اللعيبه ومع فريق كبير بتلعبه. ازاي يقول لنا احنا كده؟ يعني هو ليه كان ايه هدف بقى اللي يعني ازاي يقول لنا كده اللي داخلين الملعب وبيلعبوا النادي الاهلي 5؟ احنا بقى بينا وبين بعض 5-5 مين؟ ما ينفعش، ما يجيش كشري وفيليكس ازاي بيقول الكلام ده؟ 2-0 الشوط الاولاني، جاله عروض بعد المباراه دي، بقى اشهر مدرب في المانيا بعد المباراه دي، ما كسبنا كنا الشوط الاولاني 2-0
وشوط تاني تعادلوا معانا 2-2. طيب هو كان بيحطكم في اختبار ولا كان بيتكلم جد؟ كان مش عايزكم تحبطوا لو خسرتوا بنتيجه كبيره، ولا كان بيحاول يشوف انتوا ثباتكم الانفعالي؟ يعني هتتعاملوا مع الكلام ده ازاي؟ ده كان الراجل لسه اول مره يمسكنا يشوفنا ايه. كان بيتكلم جد يعني؟ كان بيتكلم بجد. اه طبعا متوقع انكم تخسروا كتير. ده تاني الدوري الالماني وهتلعبوا اول فرقه في الدوري الالماني، تاني فرقه في الدوري الالماني، فلو خسرتوا 5-6 ما تزعلوش. يعني احنا بينا وبين بعض ازاي؟ طب هل عملتوا مفاجاه فنيه لمستر هولمان نفسه في المباراه دي؟ هو نفسه اتفاجئ بالمستوى اللي الماتش ده لو موجود. انا الماتش دوت في كوره كنت بلعب على تشكوف بتاع منتخب بلغاريا، ما كانش شويه الكوره من حماسنا شد دماغنا. الكابتن ثابت انا جالي ساعتها اغماء وقالوا الدكتور يحيى بهجت ربنا يديله الصحه والله يرحمه لو متوفي، قال كلمه مهمه جدا. قال لهم سيبوه لازم يروح مستشفى، ده شبه عنده نزيف، انا مش عارف عنده ايه، انا فاقد الوعي، مش فاكر انا عملت ايه. بدل ما شوت الكره شرط دماغي من مدى يعني زي ما بيقولوا ايه فدائيتي ان هو ما يحرش جون في النادي الاهلي. ازاي يتقال لنا 5؟ احنا كنا بنغير عنه وبنغير على النادي الاهلي لغايه دلوقتي. ده عامل مهم قوي عند اللعيبه اللي موجوده في الاهلي، لازم تغير على فريقك. انت بتلعب على احسن فرود قدامك، الروح القتاليه مهمه قوي طبعاً في لعيب الاهلي. انت بتلعب على الفرود اللي قدامك ايا كان امكانياته، انت النادي الاهلي. بتعوض فوارق فنيه احيانا كابتن عمرو؟ يعني ممكن في ذكرياتك عن مهاجم لعبته قدامه كابتن عمرو الحديدي او النجوم اللي كانوا معاه في خط الدفاع في الوقت ده، نجوم كبار سمير كمونه وغيره من نجوم الفريق، محمود ابو الدهب محمد يوسف مشير حنفي مع حفظ قبل الجميع واحمد ايوب، يعني مجموعه من المدافعين المتميزين اللي تزاملتوا خلال عدد من المواسم المتتاليه. كابتن علاء بصادق، كابتن علاء انا اتعلمت في اتعلمت منه وقال لك خبرات طبعا لانك رحت وهو من كبار النجوم في طبعًا الفريق يعني طبعًا من قاده الفريق. هل احيانا كنت ممكن تواجه الفريق يواجه نجوم فنيا اعلى منهم في بطوله افريقيه في بطوله دوليه وتعوض وتكسب الفرق الفني ده بقدراتك وروحك القتاليه وروح الفانيلا الحمراء؟ هل دي موقف مريتوا بيها؟ هو انت دلوقتي احنا عارفين امكانيات الفرق بتاعتنا ولاعيبه نص الملعب اللي عندهم الحلول موجودين. انت بتوصله الطمانينه انك انت هو متاكد في امكانياتك انه مش هيحصل مش هيجي هدف فيها. خلاص يبقى انا متاكد ان خط الظهر ده هيشيل اي خطر عليا، وانا في نفس الوقت متاكد وواثق في امكانيات فراوديت ان هي هتجيب لي جون في اي وقت. بس بترجع الثقه لفريقك في اي وقت مع كل هجمه مرتده بتقدروا تتعاملوا معاها خط الدفاع وحارس المرمى، غير لما خط الدفاع وحارس المرمى يوقع الفريق، انه يبقى الفريق ضاغط ويروح على دفاعه او حارس مرمى كره سهله وتدخل هدف بتربك حسابات الفريق. محمد انا حصل موقف بيني وبين الكابتن ابراهيم حسن في كره بيني انا عدتني ما قدرتهاش كويس، والراجل هيجيب هدف الكابتن شالها واحنا بنجري ولا يهمك كمل. الكلام ده مطلوب كتير قوي الكلام الداخلي ديك ثقه خلاص عديت الموقف. كابتن ابراهيم حسن، كابتن ابراهيم حسن اللي بيكلمني مش كابتن شوبير يلا ولا يهمك يا جماعه. دي مهمه قوي الحديث اللي داخل الملعب ده اهم من العصبوره بيقولوا المحاضره اللي بيعملها المدير الفني. الحديث اللي بين اللعيبه وبعضها ده مهم قوي، لان ممكن موقف يرجع اللعيب للمباراه ويخليه يفوقه، ممكن موقف تاني يوقعه نفسيا، وممكن حاجه تانيه يبقى الفرقه موجوده واللعيبه اللي زمالك اللي جنبك عشان الجماهير يوم عمل ايده كده انت بتدبسني، انت بتقول يعني خلاص لبستني الجون خلاص الموضوع منتهي. لا مثلا تيجي تقول لي هات انا بشاور اهو للحارس مرمى، بعدين اقول ما تجيبش هات وبعمل كده، ما حدش واخد دي كل باله ان انا في الملعب بعمل كده. لا احنا زميلك شايلك في الملعب ولا بيهرب من مستلم الكوره ولا بيعمل ايه؟ متفقين احنا خط الظهر، كابتن شوبير بيقعد معانا خلوا بالكم ما يجوش فينا جون، الجون هيجي. اشهر موقف ده حصل ليا بالنسبه لي كان ماتش افريكا سبور هناك، كابتن علاء قال لي ما تخرجش بره ال 18 ده في كوت ديفوار. كانوا هم الاهلي منافساته دايما، انا وجمال السيد كابتن علاء وجمال السيد احنا في على الاطراف، انت ما تخرجش بره ال 18 انت شايف اللي بيلعب عليك واللي بيلعب على ابراهيم حسن طوله قد ايه؟ 198 و197 خلاص انا 190 ده هتعامل معاه ازاي ده؟ خلاص بدل انت مقتنع بيا انك هتفوقني بالكلام ده، خلاص انا عندي يقين ان انا هتفوق على ده لو طلوع مترين حتى. كانت ماتشات الاهلي دايما صعبه مع افريكا سبورت واسك ابيجان، كانوا هم في الفتره دي قعدوا مشغلين لنا ماتش بتاع 3-0 اللي كان فيه الكابتن انور سامه مدير فني اللي اتطرد فيه الكابتن محمد سعد وكابتن محمود صالح كانوا موجودين. ده كان ايام مين الماتش ده مع افريكا سبورت؟ المدير الفني الان هاريس ولا مين؟ كان كابتن انور. كابتن انور سلامه. كابتن انور وكابتن انور جاب بقى الصفقات للنادي الاهلي في الوقت ده. كان جاب كابونا وابو الدهب جاب ابو الدهب وانا وجمال ورا بعض في الوقت دوت، كل 10 دقايق شغلونا الماتش 3-0 3-0 3-0 3-0. فايه يا جماعه مش طلعتوا كام نتيجه الماتش ده؟ 1-1 عبد الجليل في البدايه
والاخر دقيقه 57 الشوط الثاني نهينا الماتش وما رضيناش نقعد، احنا عايزين ننزل نحتفل في مصر. وجينا اول جمله قالها ألان هاريس نفس التشكيل اللي لعبت فيه في افريكان سبور هو اللي يلعب في القاهره، مش هغير حد. اول جمله قالها اول جمله ألان هاريس، انا مش هغير التشكيل، هي نفس الفريق ال11 اللي بدات بيهم في افريكان سبور هم اللي هبدا. هو ده كان سؤالي، ألان هاريس كان المدير الفني اللي هو في المباراه دي يعني، بس جماعه خلطت بينه وبين موقف اشرت له يا كابتن عمرو مع كابتن انور سلام، لكن ألان هاريس كان المدير كابتن الفني. كابتن انور السنه اللي قبلها اللي خسر الاهلي 3 هناك كان بنتكلم بقى، لكن الماتش اللي تعادلته فيه مع في الوقت ده كان 1-1 كان مستر هاريس المدير الفني. انا فاكر الماتش ده كان مع ألان هاريس وكابتن شوقي وكابتن شطه، وعملته موسم في بدايه الموسم كان موسم كويس قوي، بداته بدايه قويه جدا. انا ما لعبتش خالص، ما لعبتش على الماتش ده بس، لا حتى موسم الدوري انطلاقه الاهلي فيه كانت مع ألان هاريس. انت بقى تخيل ان الدوري بنلعب باسلوب وكان مصمم يلعب باربعه، وجينا في الماتش اللي هناك وسافرنا قبلها بثلاث ايام، وقام داخل الاوضه قال لي عمرو انت اللي هتلعب ماتش دور لعب بتلعب بثلاثه، كابتن جمال وكابتن علاء وانا. طب يعني ده النهائي والنهائي هناك الاول، يعني مشهد اول ومشهد ثاني، طب يعني طب مين ومين ازاي انت شايف ناس بتسخن وحوش؟ طيب يعني للاعيبي الاهلي انه الروح القتاليه وانهم يستفيدوا بالشغل الفني اللي اتعمل في المعسكر ده هتحسم بنسبه كبيره جدا بطوله الدوري. هذا روح النادي الاهلي يا استاذ محمد هي بتحسم اي حاجه، مش بطوله الدوري بس، روح النادي الاهلي وروح الفنه الحمراء والتزام اللعيبه من خط الظهر لعيبه نص الملعب، سيب التهديف هي جاي. كان في تقرير في بدايه الحلقه دي، لقاء تم في خلال تواجد الجهاز الفني في المعسكر، مارتن لاسارتي المدير الفني بيقول اننا فعلا حسنا من اداء الفريق ونتائجه، تداركنا الاخطاء الخاصه بالدور الاول وعدد النقاط وبقينا في الصداره، ولكن بالحسابات لم نحقق شيء لحين حسم البطوله. اعتقد ان الروح دي مطلوبه والكلام العملي ده مطلوب ينقله للعيبه انهم يركزوا جدا على المباراتين اللي باقيين من عمره، وحط ايده على نقاط الضعف اللي هو حاسس ان هو فيها النادي الاهلي، اشتغل عليها وحسن من ادائها وتدارك منها جزء كبير عشان يجي يحسن بيها. ما هو الاختيار ليه هو ازاي او الاختبار بتاعه ايه؟ مباراه مقاولين وزمالك. ان شاء الله يكونوا موفقين في حسم البطوله ونستفيد او الاستفاده الفنيه الكبيره من المعسكر حسب كل اللقاءات والرسائل اللي بتصل الينا من اسبانيا من اليكانتي موقع او المدينه اللي بتستضيف معسكر الفريق الاوروبي، وان شاء الله ده ينعكس الشغل اللي سامعين انه جيد جدا والايجابيات اللي الكل بيشيد بيها من خلال الرسائل القادمه من اليكانتي الاسبانيه تنعكس على ادائنا وعلى حسم المباراتين المتبقيتين ان شاء الله مع المقاولون العرب ثم الزمالك، وتكلل جهود الفريق والجهاز الفني بدرع الدوري الممتاز لهذا الموسم. بشكر حضرتك على وجودك معنا يا كابتن عمرو، شكرا جزيلا لك، وبتسعدنا دايما بوجودك معنا على شاشه قناه الاهلي. ربنا يخليك يا استاذ محمد، انا الاسعد، ربنا يكرمك. بعد الفاصل هنتابع كمان مع الفاصل تقرير ولقاء اخر مع نجم الفريق والمنتخب الوطني الكابتن احمد فتحي، واحد من اصحاب الخبرات الكبيره جدا سواء في منتخب مصر او في صفوف النادي الاهلي، ان شاء الله يكون له دور في المباريات القادمه ويكون من عوامل التفوق والحسم في اللقاءات القادمه في الدوري الممتاز. خلونا نشوف هذا اللقاء ونعود لاستكمال فقراتنا واللقاء القادم والتغطيه المتميزه اللي بيقدمها زميلي العزيز الكابتن خالد العوضي. مش هتكلم على اختيارات خالص ولا هتكلم على منتخب ولا منتخبنا، لا يعني في الاخر هو عدم توفيق ان احنا ما نوصلش او وفقنا ان احنا كنا وصلنا، لكن انا مش هتكلم على المدرب اختار ولا ما اختارش، في الاخر هو المدرب ولازم نحترمه وجهه نظره اللي هو يختار اللعيبه ديت ووجهه نظره الاصلح اللي هو كان يروح، خلاص في الاخر دي وجهه نظره يعني، ايا كان مين اللي راح مين اللي ما راحش مش عايز اخوض في التجارب دي كلها، لكن في الاخر يعني ده رايه ده واللي كان رايه دوره اللي ينفذوا له الخطه اللي هو عايزها، فخلاص يعني مش هنعيد ونزيد في موضوع منتهي عشان عندنا في مصر يكبروا الموضوع او يقللوا الموضوع، لا هو لازم يبقى في وسط شويه
في التعامل نفسه يعني خلاص يعني ما ربنا ما كرمناش اللي احنا ما نوصلش نهائي على ارضنا، لكن هو توفيق. هو ما فيش دوري مختلف ودوري مش مختلف يعني، انا كل الدوريات بتبقى صعبه وسهله يعني، في الاخر في ماتشات احنا ممكن ضيعناها بسهوله، اخر ماتش الاسماعيلي كنا كاسبين 1 وتعادلنا، لكن ما فيش توفيق في الاخر في الماتش، لكن الماتشات كلها سهله وصعبه والدوري سهل وصعب، لكن ولا مختلف ولا بتاع ولا ندي الدنيا اكبر حماد، الدنيا دايما مش عارف الدنيا بتكبر تكبر تكبر وخلاص يعني على الفاضي، لكن في الاخر ما فيش اعتدال في اي حاجه، لكن هو دوري زي اي دوري، ما كناش صراحه في الدوري كله كويسين قوي، السنه دي كان في مشاكل كتيره جدا، الاجواء مش كويسة من أول السنة اللي فاتت، لكن في الآخر الحمد لله ربنا يعني مش دايما بياخد منك حاجة ويديك حاجة، لكن رسالة أقول للناس يعني ما فيش حد دايما بيبقى عايز يبقى مقصر أو حد مش عايز اجتهد أو حد لا، أو كل الناس عايز تجتهد وتعمل اللي عليها، لكن ساعات ما في توفيق ما فيش توفيق، في عوامل تانية كتيرة ساعات بيبقى غصب عن الواحد، ما فيش حد عايز يتغلب، ما فيش حد عايز يعمل خطأ، ما فيش حد عايز يعمل جريمة ضد فرقته يعني، بس لكن إن شاء الله يا رب يبقى الدوري لنا السنة دي والكاس لنا برضو وربنا يكرمنا، وفي الآخر أنا بقول سنة وعدت بمشاكلها بحاجات الحلوة اللي فيها، لكن السنة دي أنا شايف إن الدنيا أحسن شوية أحسن كتير يعني، مفيش مشاكل مفيش حوارات كتيرة مفيش كلام كتير، والدنيا هادية، عندنا جهاز فني محترم، عندنا لعيبة محترمة، عندنا لعيبة كويسة في كل مركز، 2-3 في كل مركز أحسن من بعض، اتمنى التوفيق ويكون ربنا موفقنا، دي اهم حاجه، ونتوكل على الله بدايه الموسم الجديد يعني، او نهايه الموسم القديم وبدايه الموسم الجديد، مش فاهمين حاجه بس ان شاء الله نفهم قريب، لكن في الاخر يعني اتمنى التوفيق للفرقه وللناديه وربنا يكرمنا الفتره الجايه ان شاء الله. مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي وحلقة جديدة أو فقرة جديدة للألعاب الأخرى في النادي الأهلي. النهاردة أكيد كلها عارفين إحنا بنستعد للموسم الجديد، وكل فرق على يعني بدأت مراحل الاستعداد للسيزون الجديد هو 2019 و2020. إن شاء الله كل أمنياتنا الطيبة للفرق النادي الأهلي بتحقيق الإنجازات وتحقيق مراكز الأولى بإذن الله في البطولات المختلفة للألعاب المختلفة. أكيد الفترة دي فترة منتخبات، عندنا منتخبات كتيرة، منتخب طايرة ومنتخب كرة اليد سيدات يعني شباب وناشئات ومنتخب سيدات الطايرة، كلهم كل الناس بتلعب بطولة أفريقيا في الوقت اللي هو بين الاثنين سيزون مع بعض. هنبدأ ببطولة مهمة وبطولة قوية كسبها المنتخب المصري للشباب تحت 16 سنة في كرة السلة، وتألق مؤمن طارق خيري، تألق نجمنا الكبير تحت 16 سنة فعلا، لكن تألق نجمنا مؤمن طارق خيري في هذه البطولة وإحرازه لأحسن لاعب في البطولة وأحسن تصويبات للثلاثيات في بطولة أفريقيا للشباب المؤهلة
لكاس العالم باذن الله السنه اللي جايه لسه لما يتحدد في كره السله. البطوله دي كانت قيمت في الراس الاخضر وقدر منتخبنا ان هو يجتاز كل الفرق او كل المنتخبات اللي لعبها. كان في رباعي من النادي الاهلي بيقود منتخب مصر في بطوله افريقيا وفعلا الاربعه كانوا مؤثرين جدا داخل منتخب مصر وهم مؤمن طارق خيري وكريم وليد ابو سريع وعلي وحيد ومحمود وليد عبد المحسن. مصر كانت تأهلت عن طريق المجموعة الأولى والبطولة أقيمت من 4 من 5 إلى 14 يوليو لسه منتهي امبارح. وكمان الحمد لله قدر منتخبنا أن هو يفوز في المباراة النهائية على منتخب مالي بنتيجة 66-57. بكده أعتقد أن منتخب مصر الشباب يعني ألف مبروك ليه وألف مبروك لاتحاد كرة السلة وإن شاء الله في المرحلة اللي جاية بإذن الله يوصلوا إلى البطولات العالمية وإن شاء الله يكون عندنا منتخب قوي جدا ننافس بيه على المحافل الأفريقية. أنت عارفين في أفريقيا في كرة السلة لاعبين كثيرين جدا محترفين على مستوى العالم. هنروح للخبر الثاني وهم ناشئات كرة اليد. ناشئات كرة اليد بيسافروا إلى بطولة ودية في فرنسا وبيقدروا يكسبوها. منتخب الناشئات كان بقيادة الكابتن رامي عبد اللطيف قدر يفوز على ثلاث منتخبات، منتخب فرنسا بنتيجة 30-28 ومنتخب تونس بنتيجة 30-25 وكمان منتخب فنلندا 31-22. منتخب مصر بيضم 7 لاعبات من النادي الأهلي، 7 لاعبات يعني تقريبا نص الفريق من النادي الأهلي، لأن فعلا عندنا كرة اليد في السيدات في قطاع السيدات في النادي الأهلي الحمد لله ما شاء الله عليهم متألقين عاملين شغل كويس جدا جدا. دايما منتخبات المصرية بتمد من عن طريق فريق النادي الأهلي. 7 لاعبات هم سارة يحيى ورحمة محمد وروان سعيد هنا لاشين وسلمى ياسر ومنة الله سيد وياسمين جمال. منتخبنا بيستعد إلى البطولة الأفريقية اللي هتقام في شهر 9 بإذن الله في دولة النيجر. بطولة أفريقية برضو مهمة لأنها بطولة مؤهلة إلى كأس العالم وكان آخر سنين أو آخر بطولات أفريقية للناشئين والناشئات دايما اللي بيطلعوا دايما منتخبات اليد بتطلع إلى بطولات العالم وخاصة الناشئات قدروا مرة يفوزوا بالبطولة ومرة ثالث وتأهلوا إلى بطولة العالم وحققوا قبل كده مركز تاسع على مستوى العالم في الناشئات. هنروح لخماسي اليد برضو نفس الكلام. منتخب مصر لكرة اليد للشباب النهاردة خلاص هيبدا موجود في اسبانيا هيبدا بطوله العالم باذن الله بكره باذن الله على طول يوم 16 باول مباراه ليه مع استراليا. مصر في المجموعه الثانيه اللي بتضم فرنسا والسويد ونيجيريا وكوريا الجنوبيه. مجموعه قويه جدا ومجموعه مهمه جدا. برضو النادي الاهلي بيدي منتخب مصر 5 لاعبين دي حاجه جميله جدا منهم عبد الرحمن طه عبد الرحمن حميد 2 جول كيبر واحمد راضي ياسر سيف وعمر خالد كاستيلو. يعني كده كمان عندنا 5 لاعبين في منتخب مصر للشباب لكره اليد متواجدين دلوقتي في اسبانيا. كان عامله مع منتخب مصر كان عمل معسكر قبل البطوله على طول لعب 3 ماتشات مع الدنمارك وفي بطوله في الدنمارك وبعد كده طلع على فرنسا. نتمنى له التوفيق لان المدير الفني كابتن طارق محروس بيقود السفينه باذن الله ربنا يكرمهم لان فعلا في تارجت قوي جدا على منتخب 98 بيشايفين الخبراء كره اليد في مصر ان المنتخب ده يقدر يحقق ان شاء الله باذن الله ويقدر يوصل لمراكز متقدمه خاصه ان مجموعه مصر يعني المباريات المهمه فيها فرنسا والسويد مباراتين اقوياء جدا لكن نيجيريا وكوريا الجنوبيه واستراليا يجوا في المرحله الثانيه التصنيفات مختلفه. نتمنى لمصر باذن الله التوفيق لكن لازم نخرج لتليفون مهم معانا النهارده وهو كابتن يحيى يوسف المدرب العام لفريق كره اليد. كابتن يحيى مساء الخير. كابتن يحيى مساء الخير. نور يا كابتن خالد معاك اتفضل. نايم ولا ايه يا كابتن؟ لا والله يا صاحبي ربنا يكرمك كابتن. كابتن بكره ان شاء الله بطوله العالم هتبدا لمواليد 98. كنا عايزين نعرف راي حضرتك ايه في المجموعه فرنسا السويد نيجيريا كوريا الجنوبيه استراليا مع منتخب مصر مواليد 98. طبعا هي انا شايف ان هي مجموعه متوازنه بين احنا كمصر مجموعه متوازنه معانا السويد ومعانا فرنسا واما كوريا الجنوبيه ونيجيريا واستراليا هم متوسطين المستوى او اقل من المتوسط شويه. اعتقد ان كابتن طارق محروس كان مصر ان هو يروح معسكر في السويد ويشوف فرقه السويد قبل ما يروح على فرنسا برضه اللي في المجموعه عشان برضه يشوفهم في الدوره الوديه اللي هو لعب معاهم. اتمنى طبعا ان كابتن طارق وانا كنت مكلمه بصراحه امبارح قلت له ان البدايه هي المهمه جدا في البطوله دي البطوله
تحدياتها بكره ماتش استراليا الساعه 10 الصبح ان شاء الله بتوقيت القاهره باذن الله. اتمنى طبعا الفوز طبعا لمنتخب مصر معاه مجموعه كويسه جدا جدا، وكابتن طارق اختيار مهم جدا كمان معاه عناصر من مواليد 2000 حوالي 3-4 عناصر من مواليد 2000 مهمين جدا ان هم يخشوا في المرحله دي. كابتن يحيى شايف ان منتخب مصر كل خبراء كره اليد بيجمعوا ان المرحله دي مرحله منتخب 98 يقدر يحقق حاجه ويعيد بها امجاد منتخب سنه 93 اللي هو مواليد 73 لما فازوا بكاس العالم في مصر، شايف ان مصر تقدر توصل لدور الاربعه في خلال البطوله دي في اسبانيا ولا الامور صعبه شويه؟ والله يا كابتن خالد هو طبعا بيفرق معانا الخبرات شويه في السن ده. السن ده مواليد 98 يعني 21 سنه، اعتقد ان في اوروبا بيلعبوا بدري شويه عننا لسه. احنا السن ده لسه مخلص من 3 شهور بس هو المرتبط او الشاب بتاعه. اما في اوروبا في اختلاف شويه ان هم بيلعبوا من سن 18 سنه ممكن ان هم اللي بيصعدوا على الدرجه الاولى. فده يفرق. اعتقد ان شاء الله لو طلعنا ثاني مجموعه او اول مجموعه مش بعيد، ان طبعا مستوى الشباب على مستوى العالم كله بيبقى متقارب قوي، مفيش يعني مستوى كبير قوي، مفيش فرق يعني بتبعد عن بعض، المستوى تقريبا قريب بيبقى قريب شويه. فاتمنى طبعا ان كابتن طارق طبعا هو اكيد كابتن طارق ومعاه كابتن محمد سليمان برضو محلل فني اكيد هم درسوا الفرق اللي لعبوها، واعتقد ان كابتن طارق اول ما عرف المجموعه اللي هو داخل فيها جمع كابتن محمد سليمان جمع له كميه ماتشات مهمه جدا هو يتفرج عليها ويشوف نقط القوه ونقط الضعف اللي في الفريق. ان شاء الله البدايه بكره مهمه جدا، وبعد بكره ماتشين نيجيريا واستراليا مهمين جدا، لو كسبت فيهم قبل ما تروح على ماتش السويد هيبقى نقله جامده جدا، لو كسبت ربنا اكرمك وكسبت ماتش السويد دي نقله ثانيه خالص ان شاء الله تبقى اول مجموعه او ثاني يا رب ان شاء الله. نتمنى لهم التوفيق باذن الله وتكون دفعه قويه جدا في اول ماتشين زي ما انت قلت. خلينا نروح للاهم لجماهير النادي الاهلي، وهو يعني اعداد فريق كره اليد بالنادي الاهلي وبدايه فتره الاعداد مع كابتن يحيى يوسف. والله يا كابتن خالد احنا بادئين فتره الاعداد من قيمه اسبوع الحمد لله، بس المشكله ان في تجميعات منتخب دلوقتي، فعندي الحمد لله 9 في المنتخب الكبير وعندي 3 كمان في المنتخب الشباب اللي هو لعب بكره كاس العالم، وعندي لاعب برضه تونسي في المنتخب التونسي، فاعتقد العدد مش كبير. اعتقد ان شاء الله اما المدرب الاجنبي يجي خلاص هو جاي كمان اسبوع 3-4 ايام او في راحه او جاي ان شاء الله يكون المنتخب جمعوا جمله النادي الاهلي على يوم 28 ان شاء الله هنبدا فتره بالقياسات ان شاء الله، وهتبقى ان شاء الله ربنا ان شاء الله. كابتن يحيى بدانا مع اللعيبه المحليين او اللعيبه عفوا اللي هم مش دوليين يعني، ولا لسه هنبدا ان شاء الله يوم 28 مره واحده؟ لا لا احنا بادئين مع اللعيبه دي بقالنا بالظبط 5 ايام اللي هم كان في عندي 4 بيتمرنوا معايا بس في منهم 2 مصابين بس الباقي كله في المنتخب بنجهزهم للقياسات ان شاء الله. المدرب اولى يجي ان شاء الله بالسلامه هيبدا القياسات، وان شاء الله يكون تجميع المنتخب برضه جم ونعمل قياسات ونبتدي ان شاء الله. اما دول بنجهزهم ان شاء الله زي علشان يكونوا مع المنتخب ماشيين مع لعيبه المنتخب بتوازي في الاعداد. طب طمنا فترات اللي جايه باذن الله هتكون فترات لمنتخب مصر ولا فترات لاعداد مع النادي الاهلي، بالذات ان احنا عندنا 9 لاعبين بيستعدوا لبطوله الامم الافريقيه اللي هتقام في تونس ان شاء الله 2020؟ هو المدرب الاجنبي جه قعد مع الاتحاد مع الكابتن علاء المسؤول عن المنتخبات القوميه واتكلم معاه بحيث ان هم ينظموا عمليه المنتخب اللي هتروح المنتخب امتى ويجي نادي امتى في توقفات في تجمعات منتخب عشان الاعداد برضو لافريقيا في تونس في شهر 1 اللي جاي بس هي في افريقيا الزمالك رايحها وسبورتنج ففي توقفات دي اللعيبه اللي مش هتروح مع المنتخب هتتمرن موجود في النادي عادي طبيعي والمنتخب هيروحوا الدوري هيبدا هيختاروا يومين بس في الاسبوع هيروحوا اللعيبه بتاعتنا هيروحوا المنتخب يومين ويرجعوا لنا ان شاء الله طيب يعني فتره الاعداد ان شاء الله هتكون مكتمله العناصر في النادي الاهلي عشان برضو اكيد المدير الفني الجديد ياخد على اللعيبه ويبتدي يتعرف على كل لعيب على عن قرب في ارض الملعب مظبوط؟ ايوه بالظبط كده ان شاء الله. هو المفروض ان احنا كنا نبقى فتره الاعداد كاملين يوم 22 بس المنتخب جمع في التوقيت ده فبنجمع اللي هم مش في المنتخب القومي وبنعدهم بحيث ان هم يمشوا بالتوازي مع منتخب تمرينات المنتخب الكبير بحيث ان المدرب الاجنبي يجي ان شاء الله يوم 21 نبدا كلنا كفرقه تيم كلنا كاملين يوم 29/7 ان شاء الله. طب طمنا يا كابتن يحيى بقى اخر حاجه قلت لي في اصابتين عندك 4 لعيبه وفي
اثنين مصابين، مين اللعيبه المصابه وايه الوضع يعني ايه الاصابه بتاعتهم بالظبط؟ لا هو ممدوح طاب طبعا هو بنجهزه خلاص، فاضل بالظبط اسبوعين ان شاء الله وينزل الملعب في الاسابيع. وبرده عندي محمود فايز برده كان عنده اصابه ومكان السوبر وكاس مصر شغال في شهر 4 اللي فات وشهر 5 فاكر مصاب، فبنجهزه ونعدهم بحيث ان هم يخشوا معانا ان شاء الله من اول الشهر الجاي ان شاء الله هم الاثنين. يعني باذن الله الشهر الجديد هيكون 1/8 باذن الله الفرقه تكون مكتمله العناصر باذن الله. كابتن يحيى بنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، بنتمنى لك انت والمدير الفني الجديد يعني التوفيق مع فريق كره اليد، ان فريق كره اليد محير ناس كثيره. كابتن يحيى بشكر شكرا جزيلا انت كنت معانا. بكده عرفنا فريق كرة اليد وعرفنا مراحل إعداده، وإن شاء الله بإذن الله في المرحلة اللي جاية نتمنى لهم التوفيق، لأن الأمور فعلا فريق كرة اليد محتاج كل الدعم الجماهيري وكل الدعم من النادي، وإن شاء الله بإذن الله يكونوا موفقين في المرحلة اللي جاية بإذن الله. نروح لمنتخب أنسات الطائرة. منتخب أنسات الطائرة عنده بطولة عالم في المكسيك تحت 18 سنة. لعبوا في المجموعة 3 ماتشات، لعبوا مع بولندا وبيرو والصين، خسروا الثلاثة. تمام، لما خسروا الثلاثه طلعوا رابع المجموعه وراحوا يلعبوا من 9 لـ16. في 7 لاعبات في النادي، 8 لاعبات عفوا في النادي الاهلي في المنتخب ده. اكيد بطولات العالم بتختلف عن البطولات الافريقيه، الامور صعبه جدا جدا هناك. المحترفين او البنات الصغيرين 18 سنه بالنسبه لهم كلهم بيلعبوا فرق اولى في فرقهم في منتخباتهم، فالموضوع مختلف، الموضوع شويه بعيد، كره الطايره شويه بعيد عن العالميه، لكن اكيد لازم ياخدوا خبرات من هذا الاداء. واكيد هم النهارده بيلعبوا المركز 9 لـ16، نتمنى لهم التوفيق. خلينا نقول اسماء اللاعبات اللي عندنا، 8 لاعبات في النادي الاهلي. نور ياسين ودانا شوقي وسهيله وفيق، ندى وليد، ملك برجان وهدير يسري وميار خليفه وهنا المصري، دول الثمان لاعبات في النادي الاهلي. النادي الاهلي اللعيبه او المنتخب مصر هيلعب من 9 لـ16، هنلعب في مجموعه بتضم صربيا ورواندا والمكسيك. المجموعه برضو هنا هتبقى صعبه جدا، اعتقد المكسيك بتلعب على ارضها وسط جمهورها، رواندا بالنسبه لنا ممكن نكسبها، وصربيا اعتقد منتخب مصر ممكن يلعب بمراكز من 12 لـ13. يعني نتمنى له التوفيق باذن الله ان هو يحرز مركز متقدم. هنروح لاخر خبر معانا النهارده وبرده عن منتخب مصر لسيدات الكره الطايره. منتخب مصر لسيدات الكره الطايره كان متواجد في دلوقتي كان عندهم بطوله افريقيا في مصر لسه خلصانه امبارح. برده منتخب مصر كان بيلعب بطوله صعبه جدا، منتخب مصر لكره الطايره سيدات كان بيلعب بطوله صعبه جدا، كاميرون، سنغال، كينيا، فرق قويه جدا كامله المحترفين. كان بيلعبوا هنا في صاله 6 اكتوبر، قدروا يجتازوا الدور الاول، لكن وصلوا للمرحله النهائيه او مرحله سيمي فاينل وخسرنا من الفريق الكاميرون القوي جدا 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 3-0. وبعد كده لعبنا على المركز الثالث والرابع وخسرنا من السنغال 3-1. بقالنا كتير جدا يعني في أسرة كرة الطايرة عامة بيتكلموا إن في خسارة وخسارة بطولة أفريقيا ده شيء مهم، لكن الإعداد من وجهة نظري ما كانش بعيد جدا، كان بعيد شهر أو اتنين حاجة زي كده. كل الإعداد في مصر، مفيش معسكرات خارجية، وكمان لازم نقول لجمهورنا إن آخر بطولة مصر كسبتها كانت 2003، يعني من 16 سنة، فالموضوع كان صعب جدا، بالذات إن كل منتخبات مصر بتضم لاعبات كل المنتخبات الأفريقية بتضم محترفات جايين يعني فول تيم، فعشان كده البطولة طلعت بكاميرون وكينيا والسنغال والترتيب الرابع بالنسبة لمنتخب مصر. كان 9 لاعبات من النادي الأهلي جوه منتخب مصر وهم نهلة سامح، آية الشامي اللي حصلها إصابة وهنشوفها هنسمع هنعرف دلوقتي إيه الإصابة بتاعتها بالظبط، شروق فؤاد، مريم مصطفى ومريم متولي، فريد العسقلاني ورحمة المهندس ومايا ممدوح. بكده دول 9 لاعبات، مصر في المركز الرابع. خلينا نخرج لتليفون مهم ونعرف منه إيه الأسباب اللي حصل المنتخب المصري يخسر بطولة أفريقيا جوه أرضه. معانا ومعاكم كابتن نور عطية على التليفون، المدير الفني لمنتخب الكرة الطايرة سيدات والمدير قطاع الناشئات بالنادي الأهلي. مساء الخير يا كابتن نور. ده الفل يا كابتن خالد. يعني نقول لك هارد لك، بطولة صعبة، لكن أخلي حضرتك تتكلم. الناس كتيرة قالت البطولة كان لازم مصر تكسب، مع إن مصر بقى من 2003 ما كسبتش بطولة أفريقيا، يعني 16 سنة يا كابتن ما كسبناش. إيه اللي حصل؟ احكي لنا كده، يعني إيه الموضوع بالظبط من وجهة نظرك؟ والله أنا كلفت من الاتحاد بموافقة النادي إن أنا أطلع إعارة 3 شهور كويس أمس منتخب بنات. تمام. وأنا طبعًا أنت عارف الكرة الطايرة دي حاجة في دمي طبعًا والناس حبايبي طبعا كل العصور. يعني انا اشتغلت مع الدكتور عمرو علوان لما كان رئيس اتحاد، اشتغلت مع الحاج علي السرجاني لما كان رئيس اتحاد، اشتغلت مع الدكتور فؤاد عبد السلام وهو رئيس اتحاد،
كابتن احمد عبد الدايم راجل محترم وحبيبي. كلمني انا حبيت اقف معاه يعني. تمام. الاتحاد دلوقتي محلول وهو اللي ماسك. هو اللي ماسك فعلا راجل الاتحاد، فقلت اساعد يعني. اكيد اكيد مصر لما تطلبنا يا كابتن، اكيد مصر لما تطلب اي حد فينا اكيد بنجري على طول. طبعاً اكيد دي حقيقة. يعني طبعا طبعا يعني طبعا اللي يتكلم يتكلم صح. واللي ما يعرفش يقول اي حاجه مش فارقه معانا يعني. صح صح يا كابتن. مسكت في ظروف ناس عندها امتحانات، ناس عندها اعتذارات، ناس عندها اصابات. الفرقه ناقصه ناس كتيره قوي، ناقصه ندى معوض اقوى ضريبه في افريقيا. ندى في امريكا يا كابتن. ندى في امريكا بس كانت موجوده في مصر وما عرفناش يعني نخليها تلعب معانا. تمام. في دعاء غباشي كان عندها بطوله عالم للبيتش في نفس الوقت كانت بتلعب في الصين. في المانيا بقى. في المانيا تمام. او في الصين يعني. في الصين يا كابتن. المهم يعني انه رغم كده ماشي اشتغلنا على قد اللي موجود. ما عرفناش نعمل معسكر، كل اللي عملناه رحنا خمس ايام بورسعيد. جينا لعبنا البطوله ويعني انا شايف ان احنا لو معانا الناس دي عملنا حاجه يعني. انا رغم ان الكاميرون فيها محترفين كتير جدا والكينيا نفس الشيء. انما انت لما تلعب بقى يعني انت ايا الشامي دي انت عارف نص الفرقه يعني. ما هي ايا الشامي كمان اتصابت معاك، فيعني عايزين نعرف اصابه ايا الشامي. طمنا على كابتن ايا الشامي. ايا الشامي اساسا عندها مشكله في ركبتها. وجات لها اصابه واحنا بنسخن يوم ماتش المغرب يعني. حتى حصل خلل واللعيبه اتهزوا وطلع ماتش 3-2 بالعافيه يعني، كسبناه بالعافيه. ورغم كده رغم ان عدم وجود ايا الشامي واحنا بعض المراكز عندنا ناقصه، قدرنا نعمل ماتش كويس مع الكاميرون اللي هي واخده اخر نسختين من البطوله يعني. ليه كسبت البطوله كمان؟ اما هو انا رهنت يعني هي خسرت من كينيا في السيمي فاينل، قصدي في المجموعه على راس المجموعه في السيمي فاينل. انما انا قلت ان الكاميرون هتاخد البطوله يعني. فرقة قوية جدا يا كابتن، محترفات كتير. هي فرقة قوية بس عندها مفاتيح لعب يعني. المشكلة ان احنا عندنا البنات بتوعنا او اي حد بيفتي انه ما عندهمش ثقافة ان انت ازاي تدير المباراة يعني. يعني في فترة من الفترات انت عندك الاطراف قصيرين فبتحاول تنزل ناس طويلة على ان الضرب بيبقى عالي من فوق. مظبوط. اللعيبه يعني ازاي انا دي تلعب مكاني وازاي دي تلعب مكاني وازاي انا مثلا في بوزيشن معين اروح العب في بوزيشن ثاني، شايفينها اهانه، شايفين ان ده خطه اللعب او طريقه اللعب، مع ان انا مرنتهم على ده وعملتها كذا مره. انا لعبت مع منتخب ناشئين مباراه وديه، لعبت ماتشين مع بوتسوانا وفرقة الجزائر، لعبت مع منتخب الشابات قبل ما يسافروا المكسيك، وجربت كل الكلام ده وانا شايف ليا رؤيه وليا قدرات، اعرف قدرات كل اللعيبه تقدر تعمل ايه اللي تعمله. بس بقى الكلام بيبقى كتير يعني. ما هو كابتن بصراحة أنا عايز أقول لك صراحة، معلش بس كابتن هكلمك بصراحة، في أسرة الكرة الطايرة بيتكلموا إن مصر تكسب البطولة، طب إحنا بقالنا 16 سنة ما كسبناش البطولة، هنكسب المرة دي بدون إعداد؟ يعني نو لوجيك برضه ولا إيه رأيك؟ والله بدون إعداد لو معايا الناس دي لو معايا الناس دي تقدر تكسب. في مفاتيح لعب يعني. ما أنت طالع الجيم الأولاني مع الكاميرون بطلة أفريقيا ثلاث نسخ ورا بعض ومحترفينها طالع معاه 25-23، كنت لو كسبت الجيم ده كنت كان الماتش قلب. كمان اللعيبه ما عندهاش ثقه ان هي تكسب. طبعا اكيد يا كابتن برضه خبرات وكده. اكيد في خبرات يا كابتن كتير من المنظر فرقه الكاميرون. اكيد في خبرات في فرقه الكاميرون، واكيد برضه واحنا لعيبه لما كنا بنشوف فرق كبيره في بطولات العالم اكيد برضه بنكون قلقانين، عندنا رهبه. لكن خلينا من منتخب مصر نقول لك هارد لك وكل امنياتنا الطيبه ليك في المرحله الجايه بالتوفيق. خلينا نروح لقطاع الناشئات في النادي الاهلي، اخبارنا ايه؟ ده اهم حاجه عندنا، ده اللي عايزين نسالك عليه. والله احنا يعني شغالين جامد جدا من اول ما الناس خلصت امتحانات. غيرنا مدرب 16 ومدرب 14، جبنا اثنين مدربين على اعلى مستوى. تمام. المراحل السنيه الناس شغاله جامد جدا جدا جدا، وعندنا فرق تبشر بالخير يعني. يعني عندنا فرق 16 سنه على الاقل في اربع لعيبه لازم يبقوا موجودين مع الدرجه الاولى.
امل مصر يعني 4-5 يعني. اكيد في تعاون بينك وبين كابتن حمدي الصافي في هذا الموضوع. اكيد طبعا اكيد طبعا، ما احنا كلنا بنشتغل في مركب واحده يعني، بنعمل الشغل ده للنادي يعني، ما انت الشغل اللي بيتعمل ده انت بتجهزه للنادي الاهلي. كابتن نور كل شغلك دوت الفريق الاول اكيد. كابتن نور قول لنا الفرقه اللي كابتن نور يعني شايفها ان هي اللي تعمل عملها سبورت قوي جدا السنه دي عشان ان شاء الله تكسب كل بطولاتها ايه؟ والله احنا عندنا فرقه 16 سنه فرقه واعده اللي انا بقول عليها دي اتسحت السنه اللي فاتت ما شاء الله، القاهره والجمهوريه، ودول امل النادي الاهلي في الفريق الاول ان شاء الله، وهم هتلاقيهم دعامه منتخب الناشئات اللي موجودين، جابوا له مدرب برازيلي مدرب برازيلي عشان يشتغل بيهم عشان عندهم بطولة عالم. هايل كابتن نور، في شغل جامد جدا معاهم في المنتخبات و يعني انا شايف يعني احنا مش بنحمل الاتحاد ولا احمد عبد الدايم اللي هو رئيس الاتحاد مسؤولية حاجة، هو الراجل يعني شغال لوحده على 4-5 منتخبات النهارده كلهم بره مصر معسكرات وبطولات، فالراجل شغال لوحده. فاحنا بالنسبة لنا الظروف بتاعتنا وظروف البنات ان هم ما دخلوش معسكرات، ان هم عندهم امتحانات، ناس عندها شغل، يعني فريدة العسقلاني ما اتمرنتش صبح وبعد الظهر غير 5 ايام بتوع بورسعيد بس، كان عندها شغل وهي هنا ما كانتش تتمرن معايا الصبح. كل ده ظروف وده اللي وقعها يعني. فريد العسلاني ده مستواها، لا كابتن فريد العسلاني كده 10 مرات كتير قوي بصراحه. كابتن نور يعني الحمد لله، الحمد لله ان هي تجربه مش وحشه بالظبط، وما فرقتش بقى يعني في الاخر ثالث من رابع، هو الخساره هي الخساره مع ملهاش الفاينل هو اللي وقع بعيد الناس يعني. كابتن نور عطيه يعني بنشكرك شكرا جزيلا ونقول لك هارد لك، وان شاء الله في المرحله اللي جايه المنتخب مصر للسيدات باذن الله يتوفق ويقدر يكسب بطولات افريقيه، وباذن الله قطاع نشاط النادي الاهلي يفضل مستمر على انجازاته اللي اتحققت السنه اللي فاتت على قد على ايد كابتن نور عطيه. بنشكرك كابتن نور، وهنخرج دلوقتي الفاصل عشان نستقبل نجمه كبيره، نجمه محترفه، نجمه محترفه في فرنسا، لعيبه في النادي الاهلي عايشه وتربت جوه النادي لكن راحت تجربة احترافية كبيرة في فرنسا ولسه لغاية دلوقتي مستمرة وما زالت وبتدي، وعايزين نتكلم معاها عن تفاصيل كتيرة جدا جدا. هنخرج الفاصل ونستقبل نجمتنا كابتن رحاب جمعة. أهلا بيكم في آخر فقرة معانا نجمة كبيرة، نجمة شاءت طريقها في الصخر زي ما بيقولوا، بدايتها كانت من امبابة لغاية ما وصلت لعبة محترفة داخل أندية فرنسا وفي أندية كبيرة في فرنسا كمان، والنهاردة ما شاء الله عليها أول ما شفتها حصل سعادة ليا. ليه سعادة؟ لأنها جاية كمان لابسة تيشيرت النادي الأهلي اللي هي أكيد بتعشقه، لأن كتير على السوشيال ميديا علاقاتها هي روحها في النادي الأهلي. خلينا نرحب بضيفتنا الكبيرة كابتن رحاب جمعة. كابتن رحاب مساء الخير. أهلا بيك يا كابتن، منورة. بنور حضرتك، ربنا يخليك. إيه التيشيرت الجميل ده جاية بيه؟ رأيك؟ من غير رأيي إيه؟ ما أنا قلت رأيي. لا سعيد جدا بيكي لابسة التيشيرت، ربنا يخليك. يعني جاية قناة الأهلي، وقلت أي حد بيجي القناة أكيد بيختلف، لكن أنت جاية لابسة تيشيرت النادي، معناها إيه عندك؟ النادي الاهلي ده اصلا يعني مش روحي او مثلا النادي اللي تربيت فيه، لا ده ممكن يكون ليه فضل كبير قوي عليا وعلى اهل بيتي وساعدني كتير، وبسبب النادي الاهلي انا احترفت يعني، لولا النادي الاهلي ما كانش هيبقى فيه رحاب جمعه ولا هبقى في قناه النادي الاهلي يعني. ربنا يكرمك، فده اقل حاجه يعني. انا على طول بجيب التيشيرت، بس بحب اغير التيشيرتات. هنعرف السر في كل حاجه، لكن خلينا نخرج للتقرير عن كابتن رحاب جمعه وترجعوا لنا مره ثانيه. رحاب جمعة هي بنت النادي الأهلي وأحد نجمات كرة اليد المصرية، تبلغ من العمر 25 عاما، محترفة حاليا بنادي سامبر الفرنسي بعد رحلة كبيرة من الجهد والمشقة
بدأت رحاب وهي من مواليد عام 1994 مشوارها مع كرة اليد في نادي ناصر بالكتكات قبل أن يجمد الفريق نشاطه لتنتقل لصفوف مركز شباب الساحل لتبدأ في لفت الانتباه والأنظار إليها قبل أن يضمها المارد الأحمر لصفوفه. وهنا بدأ نجمها في البزوغ والسطوع، قدمت مع القلعة الحمراء 7 مواسم مميزة، ما دفع نادي حواء سعيدة الجزائري لتقديم عرض لها لتدافع عن ألوانه قبل أن يصلها عرض من نادي فاندسيسيل الدنماركي، وهو أحد أكبر الأندية الدنماركية والأوروبية، لتصبح أصغر محترفة مصرية في عالم الملاعب الأوروبية. رحلة رحاب جمعة مع كرة اليد لم تنتهي عند الاحتراف بالدوري الدنماركي، لكنها حرصت على تطوير موهبتها لتنتقل للعب في الدوري الفرنسي رفقة فريق ECH لتقدم معه مستوى مميز ورائع. انطلقت معه بسرعة صاروخ، وهو ما دفع فريق سامبر لطلب التعاقد معها. انضمت رحاب جمعة لصفوف المنتخب الوطني للناشئات في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في بوركينا فاسو عام 2010، وقدمت خلالها مستوى قوي مع منتخبنا الوطني. في عام 2012 تم اختيارها أيضا للانضمام إلى صفوف الوطني الأول، وخاضت كأس الأمم الإفريقية للسيدات التي أقيمت بالمغرب عام 2012، وهي البطولة التي شهدت تألقا كبيرا لها. تمني رحاب نفسها حاليا بتمثيل منتخب مصر للسيدات في البطولات الدولية، لا سيما وأن كرة اليد النسائية المصرية تشهد طفرة على صعيد نتائج منتخبات الناشئات والآنسات. زي ما احنا شفنا قدامنا تقرير عن مشوار كابتن رحاب جمعة، لكن المشوار حاجة والكلام مع كابتن رحاب جمعة اكيد هيكون حاجة تانية. كابتن رحاب، لازم نعرف الناس بدأت منين، رحت ملعب كرة اليد، رحت الهاندبول، ليه اشمعنى اخترت لعبة الهاندبول بالذات؟ اولا لعبة الهاندبول انا ما اخترتهاش، انا كنت عادي يعني في ابتدائي وكده، فكان في كابتن رفاعي كان حابب يعمل فريق هاندبول، في يعمل نشاط يعني في كتكات وكده، فراح المدرسة واختار بنات، اختار مجموعة بنات يعني، وجات على حظي وقال لا خلاص العدد اكتمل ومش عايز ياخدني خالص كابتن رفاعي. كابتن رفاعي فمدرسة الرياضيات قالت له لا دي شاطرة معايا في الماس وخدها معاك وكده، مش عارفة ايه، بعد يعني ما لحت عليه وخدني، وانا الوحيدة اللي كملت يعني. انت الوحيدة اللي كملتي مع ان انت اخر واحدة دخلت. لما بدأتي من الكتكات وبدأتي في الكتكات، بدأنا نتدرج في كذا طريق. الطريق بتاع كابتن رحاب جمعة لغاية الموسم لغاية فرنسا. طريق طويل طويل. اول حاجه طبعا احنا رحنا كتكات وبدانا نعمل نشاط، وكنا بنلعب بقى على طوب ويعني ارض ضايعه خالص، بس بدانا نتمرن. بعديها النشاط للاسف اتجمد، فالمفروض كل اللي خلاص بقى النشاط اتجمد، والمفروض كلنا نمشي واللي بطل واه. فبصراحه والدتي يعني ربنا يبارك لها ويديها الصحه هي اللي كملت معايا، قالت لازم بنتي تكمل وتلعب. هي اللي خليتك، هي اللي دفعتك انت تكملي؟ مش انت هي؟ لا هي ساعدتني، دفعتني جامد، عشان والدتي طبعا مش متعمقه قوي في كره اليد كانت زمان، فكانت بتسمع اولياء الامور ومدربين بنتك موهوبه مش عارفه ايه، خليها تكمل. فوالدتي كانت منبهره بالناس ان هم يعني معجبين فقالت هي خدتها كمان حافز ليا ان انا لازم اذاكر عشان خاطر تلعب النادي. بس بعديها النشاط اتجمد خالص. لا ابدا تجري مني. لا لا بالراحه. ماما دفعت، بابا ايه؟ لا بابايا كان صعب شويه في موضوع اللعب. صح. كان روحي ذاكري، روحي ذاكري، اقعدي ذاكري مش عارفه ايه. وكان بيروح الشغل ويجي طبعا زي اي راجل مصري، يجي بالليل عشان عادي عشان اولاده يعني وكده. فمامتي كان بالنسبه لنا الاب والام والاخ والخال كل حاجة. كل حاجه في البيت بقى، مش معانا بس، مع اخواتي كلهم يعني. فكانت والدتي كانت يعني معايا على طول، وكانت حبت قوي المغامره معايا، وان انا الحمد لله كنت موهوبه، انا كنت بلعب باستمتاع كده. ومشينا خلاص، اتجمد النشاط، النشاط اتجمد خالص. فسمعنا ان في كابتن محمود هيعمل نشاط، كابتن محمود وكابتن محمد كلوش هيعملوا نشاط في مركز شباب الساحل كوبري بوافيا اللي هو تحت الكوبري ده. تمام. فرحت ورحت بقى هناك. ما كانش لسه في النادي الاهلي؟ لا كنت لسه بقى صغيره بقى، وكنت بليه. بس فرحنا بقى
انضميت للفريق وبدأنا بقى نلعب ضد الأهلي ضد الزمالك الأندية دي كلها. بس كان الموضوع كمان صعب عشان والدتي كانت بتروح وتيجي معايا بتاع الأوتوبيس كان عارفني طبعاً. كان خلي كرسي جنبه أطلع ياخدني يجيبني. مشوار كبير مشوار حافل. دخلنا النادي الأهلي إزاي؟ أول يوم في النادي الأهلي وطريق بدأ يشوف شكل مختلف في كرة اليد. الحمد لله طبعا انا ربنا وفقني في موضوع ان انا كنت بلعب. الصوره دي بس قولي شاوريه بس ده حطولك صوره على طول. ايه الصوره دي احكي لي. الصوره دي كانت في مركز شباب كانت في كنت مع مركز شباب الساحل وكنا في البطوله الصيفيه احنا خدنا الكاس الروح الرياضيه كويس والفرقه اهدتني الكاس ده عشان انا كنت يعني كل ما بخسر كنت بعيط. حتى كنت يعني المفروض النادي الاهلي بيكسب كل الماتشات كنت بعيط ما بحبش اخسر دايما قاعده جنب العرض وبعيط على طول. فساعتها بقى انديه كتير الاهلي كلموني الطيران الشمس اللي انا اجي العب معاهم. بس طبعا اخترت النادي الاهلي طبعا كان في حته ثانيه خالص هو واضح هو في حته ثانيه عندي ساعتها متريكه فيفا عايز اروح ده عشان ابو تريكه. عايزه تروحي بس تشوفيه. انا رحت عملت الاختبارات والله بتشيرت محمد ابو تريكه برضه والله العظيم. قولي لي اول يوم دخلت في النادي الاهلي مش عارفه عينيا رغرغت كده بس ما كانش لسه عملت بس كنت عارف الهيبه دي وانت داخل النادي. طبعا كانت طبعا معايا والدتي كان ساعتها طبعا ربنا يديله الصحه اللي هو بقى من اول ما دخلت النادي هو ظهري وكان المدرب كان ساعتها كابتن خالد موافي هو اللي ساعدني جامد وساعة الاختبارات فقال لي خلاص اوكي انت تيجي بكره الساعه 8 في التراك هناك. قلت له ماشي يا كابتن. كان جد قوي كنت خايفه منه بس طلع لطيف يعني. بعد كده بس بعد كده خلاص بقى بدات كملت بقى مع النادي الاهلي ودخلتي منتخب مصر عن طريق النادي الاهلي وكل حاجه. بس الامور كانت صعبه برضه في النادي الاهلي ان انت تبقى جاي من مركز شباب وتخدي على اعضاء وانا اصلا ما كنتش عضوه فالموضوع بيبقى صعب شويه بس مش مع كل الناس مع ناس او لا امور تسمع كلام يضايق ولاد النادي المفروض يلعبوا بس في الاخر عملتي تجربه ناجحه جدا وخرجت من النادي الاهلي لسكه الاحتراف. طبعا سكه صعبه جدا. وافقوا ازاي في البيت عندك ان انت تسافري وانت عندك لسه 18 سنه لسكه الاحتراف لوحدك؟ اولا يعني عشان في جزء نسيته انا كنت قعدت لحد 13 سنه والدي ما كانش يعرف ان انا بلعب كوره عشان كان رافض المبدا ده خالص. يعني ما يعرفش كانش يعرف ان انا بلعب كوره. ايوه كانت والدتي كانت مامتي يعني اولياء الامور في مجال الهاندبول عارفين والدتي يعني ما كانتش بتسيبني خالص قاعده معاكي على طول على طول معايا على طول. لما عرف ايه اللي حصل؟ لا هو عارف بقى انت عارف بقى عارف ازاي هقول لك بقى عارف ازاي هي دي المهم عارف ازاي. كان قاعد بقى مع القهوه مع اصحابه وكده وكانت في مجله النادي الاهلي كان في صورتي كده محطوطه واللي هو انضم رحاب اشتروني بكور بقى وشبك والكلام انت فاهمه. فوالدي خد الجرنان فقال ايه ده شبه بنتي فعرف ان انا فخد الجرنان مش شحاب جمعه مكتوب معانا فخد بابا الجرنان بقى وروح البيت. انا قلت بقى ايه اللي حصل؟ لا داخل البيت لا احكي لي قال في رحاب مش عارفه ايه. فكان جد قوي ماما طبعا احنا كنا عارفين ان انا هينزل لي حاجه في المجله وبتاع فكنا عارفين ان في كان حاجه كان زمان ما كانش برضو السوشيال ميديا موجوده وما كانش في حاجات كتيره كان بدري بدري قال لك ايه بقى فانا بقى محضره نفسي يا اما قلب يا اما هيحصل حاجه يعني محضره نفسي قال لك ايه بصراحه والله العظيم قال لي طب مش تقولي انت بتلعبي في النادي الاهلي طيب قلت له ايه ده لو اعرف كده كنت قلت له يعني كان الموضوع هيبقى اسهل طبعا. فقال لي ده نادي العظماء ومش اي حد بيخش النادي الاهلي وقعد يقول لي دخلتيه ازاي وانت موهوبه قوي بقى وساعتها بقى انبسط بيا جدا وكانوا برضو واخدينها ان انا لو ما ذاكرتش مش هتروحي النادي. مامتي كانت معايا في الموضوع ده. ذاكرتي في الاخر ودخلتي سكه المذاكره ولا دخلتي سكه الاحتراف؟ سكه الاحتراف والله انا كنت بحاول توازني اوازن بس انا كنت شايفه ان انا الحمد لله ربنا كان موفقني اكتر في موضوع الموهبه بس طبعا الشهاده اهم. فكنت شايفه الدنيا الحمد لله تمام ودخلت كليه حقوق حيل. بعد كده اترفدت من الجامعه عشان لعبت رياضه اترفدت والله يعني حاجه جميله بصراحه عشان احترفت في الجزائر فبعد ما احترفت اول سنه طبعا ورجعت ما تجريش بالكلام كده انت بتجري بالكلام احترفت في الجزائر واحترفت في فرنسا طبعا انا عارف لا رحت ازاي الجزائر يعني ايه اللي وصلك الجزائر؟ كان في اتعمل منتخب في 2000 كان في المغرب ساعتها لعبنا ضد الجزائر تونس كده فكان رئيس اسمه كادي كان رئيس نادي حول بيلعب دوري ممتاز في الجزائر بس فهم قالوا لي احنا حابينك تيجي تلعبي معانا وكده فقلت لهم طبعا الكلام ما يبقاش معايا واحد اللي يلعب في نادي الاهلي يبقى الكلام مع الناس الكبيره في النادي الاهلي فلازم بقى فاكس وكده
بس بصراحه كان رئيس محترم جدا وتواصل مع النادي الاهلي، بس الموضوع كان خطوه كانت صعبه قوي في الاول يعني بالنسبه ان هم متمسكين بيا وان انا اقعد في النادي كنت رايحه للمغامره وانت عارفه الهدف بتاعك فين ولا راح تجربي لسه؟ لا كنت انا كنت ان انا حابه ان انا العب في اوروبا بس ما كانش عندي هدف معين العب في انهي بلد، لكن عايزه خلاص هتاخدي الجزائر دي خطوه عشان تلعبي في اوروبا. صحيح. كويس. لما رحنا الجزائر بقى، لا قبل بقى ما نروح عشان بس ما انساش، قبل بقى قبل بقى ما اروح الجزائر وكده، فطبعا طلبوا مني لازم اخد استغنى من النادي وكده، ف يعني بحب اشكره جدا استاذ ابراهيم حجازي، هو اللي ساعدني ان انا اخد الاستغناء، واستاذ هشام سعيد ساعدني جدا، مهندس هشام سعيد عضو مجلس اداره السابق. قال لي تاخدي فلوس تقعدي، قلت له لا عايز امشي، كنت بعيط بقى فعلا. قال لي خلاص طبطب عليا وحنين جدا بصراحه. قال لي لا خلاص انا همشيكي ومش عارفه ايه بصراحه، ورحبوا ومضيت بس الشيك على بياض اللي هو يعني لما ارجع بيتي وكده بس، ورحت بقى الجزائر. كانت مغامرة تانية بقى، وكان هنحكي عن مغامرة الجزائر، لكن خروجك من الأسرة المصرية ان انت تسافري وانت 18 سنة تحترفي، رد الفعل ايه في البيت؟ هو بصراحة القرار كان صعب جدا في البيت، قعدنا نتشاور كتير، بس انا عندي في البيت عندي اخويا احمد ووالدتي ما شاء الله عليهم، عندهم يعني احنا صعايده بس لكن نتناقش ونتكلم من الصعيد من اسنا بوصلي من خالص من الاخر خالص من الاخر اللي جنب الاقصر على طول. كويس. بس فوالدتي طبعا اخويا احمد هم عارفين تفكيري اصلا كوره، حتى في كره القدم بحب اتفرج، يعني بحب الرياضه جدا من صغري يعني، عارف. فساعتها بقى احمد قال طب ليه تاخدي التجربه ومفيش مشكله، وكان احمد عنده اصدقاء اصلا في الجزائر عشان هو صحفي فيعرف ناس، فطمنت في المكان وكل حاجه، ومعايا لاعبات كانوا عربيات قاعدين معايا، كل واحده ليها يعني بيتها جنب بعض. بس وكنت طول اليوم مع اهلي في السكايب لحد ما بنام، انا اصلا هناك مفيش. من اول ما احترفت لحد ما رحت فرنسا انا كنت بنام الساعه 7 والله العظيم الصبح، بخاف انام بالليل لوحدك، بخاف انام. كانت اصعب حاجه. كانت صعبه قوي، كانت صعبه جدا، متعوده يعني ان انا انام لوحدي وكل شويه، عارف بقى تهيؤات. الحب بصراحه ما فكرتيش ترجعي؟ لا خالص، هناك خالص، عارف كل يوم مش قلبي بيتكسر، لا بحس ان انا بقوى كده لدرجه بحس نفسي ان انا كل يوم ببقى قويه، مش قاسيه مش عارفه اقول لك ايه، لا يعني بس بتحس ان انت بتزيد عندك الروح والحماس ان انت تكملي وعندك طموح، تبقى اقوى ان انا اكمل واقول خلاص يعني النهارده مش هيبقى اصعب من امبارح. فبصراحه كان صعب، كمان اللغه في الجزائر بيتكلموا عربي، اللكنه بتاعتهم مش زينا، بيتكلموا فرنساوي، فكنت بعيط اول شهر. بتعمل ايه؟ ترد عليهم ازاي؟ كنت بعيط، كنت بتكلم بالاشارات، ما حدش بيتكلم انجلش هناك. انا كنت بتكلم انجلش بس ما فيش حد عارفه، فكانوا يفهموني وكده، ده كان اول شهر. حاولتي تتعلمي الفرنساوي ساعتها ولا قلتي لا؟ لا حاولت عربي. حاولت تعلمت شويه منهم، خصوصا هم اصلا كلامهم اغلبته فرنساوي يعني، هم في ناس اصلا جزائريين فاهمين الفرنساوي حتى عربي يعني، فلغتهم الاثنين في بعض. هو لغه عاميه بالنسبه لهم عربي فرنساوي. ايوه زينا، زي مثلا تقول لابتوب تقول احنا بنقول كلام عاميه، مفيش كمبيوتر. ايوه كلام كده بيخش في بعضيه. التجربه اللي بعد كده من الجزائر نقلت للدنمارك، طلعتي ازاي برضه؟ الفكره اللي انا كنت حابه ان انا احترف في اوروبا، اخويا احمد حاول ان هو قال لي ممكن نعمل كونتاكت مع انديه وكده. محور مهم احمد في حياتك. احمد ده مش اخويا يعني، ده الحته الشمال طبعا كنت صغيره. وجوزك فين؟ لسه هنكلم. لسه لا، الاهل اهم. لسه الاهل الاهم طبعا، اهم حاجه الاهل. تمام. ربنا يكرمك. ربنا يخليك. بس فاحمد طبعا تواصل، عمل كونتاكت معاهم، فنادي اللي انا النادي كنت بلعب فيه في الدرجه الاولى اللي هو فينسل كنت بلعب فيه، قعدت فيه، بس اشترطوا عليهم ان انا اكمل تعليمي عشان طبعا اترفدت من الجامعه. فقال لهم خلاص هاخد، اخدت ماستر تقريبا ب 20,000 كرونه او مبلغ كبير قوي يعني، فالنادي دفعه لي ما شاء الله، واخدت الماستر، اخدت الدبلومه، دي هي اللي نفعتني ان انا اروح فرنسا. هي دي دي نفعتني ان انا في الشغل يعني، دلوقتي انا مدربه يعني جنب الله، بس خطوه خطوه يعني. خطوه خطوه ما تجريش بينا هجري بيك الموضوع بالظبط. لسه واقفين في الدنمارك، هنروح للمدربه ليه؟ هجري بيك. اخدتي ماستر في الدنمارك ما شاء الله، وبداتي تتجه. كنت واخده احسن لعيبه في الدنمارك هناك في الدوري. الدنمارك بيلعبوا سريع جدا فوق ما تتخيل، سريع جدا يعني. اتعلمنا لغه؟ اتعلمت منهم الدانيش، تكفرمال تكفرمال شويه. علمتي الماني؟ اتعلمت جزائري، بتكلم زي الجزائريين دلوقتي كمان يعني، اتعلمت دانيش. جزائري شويه؟ لا لا، مصريه 100%.
مصرية والله لسه. تعلمتي ألماني؟ تعلمتي ألماني؟ لا ما تعلمتش ألماني. ها. إيه تعلمت دانيش اللغة بتاعت الدنمارك اللغة. كويس. قريبة الألماني أعتقد شوية. شوية لغته. لغته دنماركي. لا دنماركية. تمام. بس بعديها بقى فكنت لازم بقى اغير المدينه. بعديها رحت نادي اسمه بونسلو قعدت فيه زي اعاره كده خمس شهور عشان انا كنت حابه ان انا اروح فرنسا يعني. بس بدأتي خلاص تحددي اهدافك ان انت لازم تروحي الدوري الفرنسي. رحت حبيت اروح هناك عشان سمعت ان دوري كويس يعني وفي نيفو. فكلمتني مدربه اسمها كاتي كان نادي انجولام اتصلت بيا وقالت لي انت رحاب جمعة؟ قلت لها مش عارفه ايه. قالت لي انا سالت عليكي وقالت لي كلمت مروه برده وتش مروه بتلعب فرنسا مروه عيد. قالت لي اتصلت بيها وكده واحنا حابينك ان انت تيجي تلعبي معانا لكن حابين تيجي تعملي زياره يعني. قلت لها مفيش مشكله. رحت قعدت اسبوع كده فحبوا يمضوا معايا اربع سنين. فقلت لهم صعب امضي اربع سنين ليه ده دي تجربه نفسي لا يعني بس اربع خلاص. سنين انا لو مضيت اربع سنين ممكن بعد سنه يجي نادي كويس اندم انا مضيت اربع سنين كويس. فقلت لهم مفيش مشكله امضي سنه بعد سنه. ما رضيتش قالت لي احنا هندفع فلوس للاتحاد الفرنسي ولازم اربع سنين بيضغطوا عليا. قلت لهم بصوا انا مش هقدر اقعد اربع سنين في نادي واحد. قلت لهم انا مفيش مشكله لو السنه الاولانيه عدت مفيش مشكله ليه مش هقعد يعني. فمضيت بقى سنه بعد يعني سنتين بس بين السنتين لو انا عايز امشي امشي تمام. بس ورحت انجولام اول سنه كان لما رحت هناك الدرجه كانت شويه كده خدت هدفت الدوري هناك واخدت صانع العاب. قعدت سنتين وبعديها كلمني نادي في مارسيليا اسمه بلان دي كوك اللي انا كنت فيه كنت لابسه في التيشيرت الاصفر ده دلوقتي تمام. قعدت فيه قعدت معاهم بالظبط سنه يا دوب. ليه اخترت رقم 74؟ انا بحب النادي قوي واكتر من كده بحب الجمهور. الجمهور بيصعب عليا يعني. النادي مثلا لما بيخسر ماتش انا والله العظيم اول حاجه بفكر فيها الجمهور. عشان ما تفكريش في الخساره تفكري في الجمهور. بفكر في الجمهور عشان انا كنت واحده من الجمهور يعني. كنت بتروحي تشجعي في ماتشات الكوره؟ كنت بروح استاد الكوره بس كنت بروح لوحدي عشان ما حدش مع نفسك يعني كنت بروح مع حد اخويا مثلا بتاع كنت اروح اقعد كنت قاعد في الدرجه الثالثه بقى وحافظه اغانيهم بقى حافظه كل حاجه لا الا الاغاني بس. فكان اهو قدامنا اهو 74 اهو. لا ده النادي اللي انا فيه حاليا النادي 74 برضو خلاص رقم 74. انا الرقم اول ما رحت فرنسا اللي اخدته على طول 74 قلت اخده يعني كتخليد للشهداء وللجمهور اللي خصوصا يعني دايما بيدعموني وخصوصا الفان بتوعي دايما يعني. جمهور السوشيال ميديا بالنسبه لك جمهور مهم ولا الجمهور لما تنزلي الملعب هو الجمهور الاقوى بالنسبه لك؟ تصدق بالله يا كابتن خالد؟ لا 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 انا والله بلعب ويعني بلعب بحماس عشان افرح الناس دي بس ان انا انزل صوره اقول كسبت وخدت عشان الناس فعلا الناس بتفرحني والله بتفرحني جدا اكيد ومبروك اكيد كلنا مبسوطين ان عندنا محترفه بره عايشه بره زي انت ومروه عيد دي لسلعوه اكيد كل محترفين البنات دول برده بيشرفينا في النادي الاهلي اكيد. والجمهور طبعا والناس اللي عامه على السوشيال ميديا بيدوا دافع ان انت تكمل انت عايز تفرح الناس دي خصوصا يعني الواحد عايز يفرح تعرف الشباب بقى عايز يشوف حاجه كده تفرحهم بتفرحي الجمهور بس ليكي حوارات كتير على السوشيال ميديا. حياتك قاعده على السوشيال ميديا. روح للسوشيال ميديا اروح للجانب الاسري عايز اروح فين؟ السوشيال ميديا السوشيال ميديا تروح للسوشيال ميديا. السوشيال ميديا ليكي حوارات كتيره بس كان ليكي حوار شهير جدا عن منتخب مصر سيدات. نزلتي بكلام ان ازاي ما يكونش في بنت مصريه ما عندهاش منتخب مصر وازاي يا جماعه ومسؤولين وي 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 مش هنتكلم على اللي حصل هنتكلم ليه نزلتي على السوشيال ميديا وليه ما قعدتيش مع رؤساء المواضيع زي ما بنقول يعني قعدتي مع رؤساء الاتحاد طلبتي مقابله مع الوزير يعني ليه ما سلكنا سكه السوشيال ميديا؟ اولا انا مش من النوع اللي بروح للسوشيال ميديا على طول. انا اول حاجه رحت لها اتقابلت مع دكتور خالد حموده في رمضان وقعدنا اتكلمنا معاه وبالفعل هو كان هيعمل منتخب وكنت قاعده معاه الكلام ده حضرتك ممكن تسال دكتور خالد. بصي انا ما بسالش حد لا لا انا دكتور لا انا كنت معاه يعني عشان الكلام ده يعني انا ما رحتش للسوشيال ميديا على طول مش انا اللي بعمل كده كويس يعني. كويس فقلت له يا دكتور خالد وصراحه كان محترم جدا وقال هنعمل منتخب وقال لي احنا حضرنا الاسامي وانتي ومروه هتبقوا العندان والناس قلت له خلاص تمام حلو قوي وشجعني وحضري نفسي قلت له ما فيش مشكله. طبعا حصل تغيير بين مجالس الاداره بس فهوبا ما فيش منتخب
كنت بكلمة حد يعني بدون اسم يعني في الاتحاد، فقال لي رئيس الجديد بتاع الاتحاد هيعمل منتخب ومش هيعمل منتخب. طب خلينا نقول رأيك ايه؟ يعني لا انا رايي طبعا واضح، حرام يعني حرام البنات كلها اللي في مصر دي تتحرم من المنتخب. تقول لك وجهتين، ايه لازمتها ايه لازمتها انا احترف واتعب واتعب نفسي واروح قربة سواء انا او مروه، مفيش منتخب مفيش منتخب، ايه لازمتها المنتخبات اللي بتتعمل دي كلها 98,000 لازمتها ايه؟ ما بيخلصوا يقعدوا في بيوتهم. كويس، انت شايفه ان لازم يكون في استمراريه منتخب. طب خلينا ده مش ليا يعني انا بتكلم، انا الحمد لله يعني انا دلوقتي خلاص عندي 25 سنه، لكن الاجيال اللي بعديها هم لازم يتشافوا يعني. انا اتشفت لما رحت المغرب، اتشفت من اللحظه دي ان هي في لعيبه بتلعب في النادي الاهلي وحصلت راحه واخد سكه. احنا عندنا لعيبات كويسه جدا، شايفه في خدمات كويسه في مصر. طب خلينا نتكلم على وجهتين النظر معاكي. وجهه نظر الاتحاد، انا بقول لك انا اعرف الكلام ده كويس، ان وجهه نظر بتقول ان احنا ناخد منتخب صغير ونطلع بيه، لان كان الاجيال اللي كانت موجوده ما كانش على المستوى المطلوب زي ما هو بيقول. وانت وجهه نظرك ان يكونوا منتخب ويبتدي ياخد خبرات ويطلع باي منتخب يطلع يشيب يبقى في خبرات متكونه. رايك ايه في الاثنين؟ الفكره كلها هم قالوا الكلام ده كله، قالوا احنا هيبقى في عمدان وهنطلع 98 هيبقوا الدرجه بالزبط. الاولى ونطلع فوق. فين 98؟ فين دلوقتي يا دكتور خالد؟ دلوقتي مفيش 98 في منتخب 2000 اعتقد 98 لسه كسبان فرنسا، لسه كسبان المنتخب انا شايفه. بس 98 دور عليهم كلهم الا قعدت في بيتها، مفيش بيعملوا المنتخبات وخلاص فينيش يعني مفيش منتخب يعني. انت مش فاهمه بيهرف حاجه وبعد مفيش منتخب اصلا، تعمل منتخب وطلع فوق مفيش مفيش اكسبيرينس عشان ياخدوا منهم، مفيش واحده او اثنين. قصدك ان لازم يكون في خبرات معينه محطوطه عشان ياخدوا منهم اثنين ثلاثه يشدوا الناس، خصوصا ان كان في لاعبات عندهم اكسبيرينس وكانوا اصلا كانوا في اللي مش معايا في مصر. خلينا مصر. لا مركز معاك مركز معاك. قولي لي هتقلعش من كده. بس فالفكره كلها ان احنا عندنا منتخب بس هم مش عايزين يعملوا. وعلى فكره مش انا لوحدي اللي بتكلم، اولياء الامور بتتكلم، اللاعبات بتتكلم، بس كله بيتكلم في الدرع، كله بيتكلم في الدرع عشان خايف. ايوه طبعا اتحاد مصدر قوه. لا مصدر اصلا هم خايفين لو مش خايفين انا بقول ما يهاجموش الاتحاد، لكن لو واحده قالت انا عايزه المنتخب وليه المنتخب ما تعملش بكره مش هتلاقيها في النادي بتاعها. طيب هقول لك حاجه كويسه، خلينا نقول ان هم دلوقتي عندهم منتخب متكون هو 2002 ولسه كسبان في فرنسا. كسبان في فرنسا يعني لسه. هل لو مشوا بالمنتخب ده وكان في امل، خلينا مش هقول نقفل الصفحه القديمه، وكان في امل والدنيا مشت، شايف ان ده مناسب بالنسبه لانسات مصر او بنات مصر؟ بص انا هقول لك على حاجه، هي مش بتيجي انا معايا منتخب هوبا نطلع المنتخب ده كسب يبقى نعمل منتخب درجه اولى، لا بيبقى في حاجه اسمها منظومه، في خريطه والله احنا نمشي 1 2 3. الفرق الاوروبيه دي والمنتخبات كلها الاوروبيه كلها طلعت مره واحده؟ لا بيبقى في منظومه، احنا ما عندناش منظومه اصلا، مفيش اللي يقول لك احنا نبدا من الصفر ونطلع كذا ونعمل كذا وبعد واحده واحده. مفيش، هختلف معاكي، بلاش نقول مفيش منظومه، احنا عندنا منظومه بس ممكن تكون وجهه نظرهم ليها وجهه نظر. عندك وجهه نظر ايه؟ هي كلها وجهه نظرهم بالنسبه حتى للولاد، حتى الولاد برضو مظلومين. لا بس الولاد النهارده تمن العالم. تمن العالم، بس محتاجين امكانيات برضو، محتاجين يعني تمن العالم بيلعبوا بقلبهم، مفيش امكانيات كويسه، مفيش شايفه بس اعتقد بيروحوا في الاولمبيا كابتن خالد بيحضروا كويس اكيد بيحضروا كويس، بس مش يعني عندنا محتاجين اكتر اهتمام اكتر برضو يعني محتاجين اكتر عشان بس هقول لك صراحه لعيبه الهاندبول او لعيبه الالعاب الاخرى بره كره القدم النهارده بقى في اهتمام من السوشيال ميديا، في اهتمام من الناس كجماهير بالنسبه لهم، وكمان العقود بدات تختلف معاهم، فاعتقد الموضوع مختلف. تمام، بس اختلف مع حضرتك في نقطه ان كره اليد حاليا هي الوحيده اللعبه المظلومه. عندك كره اليد، عندك كره السله، كره الطايره، واخدين حقهم، الاتحادات نفسها شايفه شغلها. انا طبعا مش مقصودش حاجه للاتحاد المصري، على عيني وعلى راسي ما فيش حاجه، لكن الفكره كلها ان احنا وجهات نظر كلها وجهات نظر. احنا بس حابين ان هم يهتموا بيها ويعملوا منتخب، وحرام البلد دي حرام، لازم يبقى في خريطه بس. يعني طلبك عشان بس نقفل الموضوع تماما، عشان بس ما اجوش في كلام تاني ونقوله قالوا كلام تاني، هو طلب كابتن احمد جمعه ان يكون في منتخب مصر للسيدات. اي كان وجهات النظر هي بتقول واضحه جدا، حتى لو كان هتاخدوا منتخب وتطلعوا بيه نتمنى ان هي تختار المنتخب ده. هي النهارده بتقول انا راجل انا محترفه بره مصر وما عنديش مشكله خالص، صح كده؟ لكن اهم حاجه ان الناس تلعب باهداف، وده مطلب شرعي وطبيعي جدا لكل الناس بس. وده حقهم ان يكون في هدف او تارجت للبنات اللي هي تلعب باسم مصر، حقهم. طيب خلينا نروح للجانب الاسم ايه بقى؟ الاجتماعي. اي جانب؟ الاجتماعي. براحتك. اجتماعي. الاجتماعي. اي حاجه. سبتي مصر كلهم وجوزتي فرنسا. هي لما انا رحت فرنسا انجولام، انا تعرفت عليه ان هو اصلا كان سبونسر للنادي اللي انا كنت فيه. كويس. ف
يعني اعجب بحماسي واعجب بلعبي و و و وبرده البنت المصريه برده مختلفه عن البنت اللي هنا انت عارف كده ليها حاجات غريبه اقول لك بص تحس كده بتبان برده هي مصريه برده رياكشنات انت عارف الهزار النكت شويه بتنكد عليه برده لا والله انا مش نكديه خالص والله مش نكديه انا عارف والله احيانا نكديه بس مش عارف في ايه بقى في اي مواقف نكديه مثلا هي بتيجي لوحدها يعني مش بتدوري عليها يعني بتيجي لوحدها ليه اتعرفتي عليه من عشان هو كان سبونسر بتاعنا اتعرفت عليه اصلا ما كنتش عارفه ان هو سبونسر على النادي فكلمنا بقى وكده واعجب ان انا جد قوي وان انا عايشه لوحدي وان انا بقى يعني زي ما نقول بنت مليون راجل يعني فتعرفنا واحده على واحده وكده واهلي كانوا عارفين طبعا اهلي كل اهلي عندي دول زي يعني اصدقائي ما انت بتقولي بتنامي لغايه الساعه 7 الصبح عشان احكي لهم بس فنزل كذا مره مصر واخويا طبعا احمد قبله هو طبعا مسلم وبيلعب برضو عملت حوارات على السوشيال ميديا معاك شفت كل حاجه انت عارف هقول لك على حاجه دكتور خالد عشان في ناس كتير يقول ليه خدتي واحد انا اصلا كنت مرتبطه رسمي بحد يعني مصري وكده اول حاجه اول ما سافرت الجزائر اتصل بيا قال لي ارجعي كنت مضيت لا انت اتجوزي ومفيش الكلام ده انت انا طبعا مش كل الناس كده عشان الناس مش كل الناس بس عارف حته الواحد يهد طموح فيك يهد كارير الحاجه دي برضو دفعتني ان انا هوريك ان انا مش غلطانه انا خدتها تحدي عشان اكون النهارده على ارض الواقع النهارده انت مش غلطانه اللي هو لا انا مش غلطانه بالعكس ده انا بقول الحمد لله ربنا يعني كان شايل لي خير وانا كنت مستعجله يعني طب سريعا بقى عشان الوقت خلاص بصي بيقولوا لي ايه خلاص زياده وكده فلازم نجري بالكلام كويس اتعلمت الاكل الفرنسي جوزك بياكل مصري ولا فرنسي الاثنين بصراحه بتعرفي تعملي اكل؟ انا طباخه ماهره بتوفقي ازاي بين تدريبك دلوقتي مدربه بين تدريبك وبين لعبك محترفه وبين البيت عندك انا يوم بسرعه كده يعني انا يومي بيبدا اصلا 6:30 يا دوب بروح بيبقى عندي تدريب الساعه 8 اخلص تدريب اروح لفرقتي اللي بمرنهم بس وبروح البيت جوزي بيساعدني في البيت وكده طيب. وبظبط الدنيا قبلها بالليل يعني بصي بس لازم تختم نطير بقى خلاص هنطير لازم نطير هتقولي للجمهور الاهلي كلمه واحده والله انا حابه اقول لهم اديني بس دقيقتين بقى لا مش هينفع ارجوك والله العظيم بصي هيصوتوا طيب خلاص قولي انا حابه اشكر طبعا جمهور النادي الاهلي ان هم دايما بيدعموني وطبعا جمهور مصر ووالدتي واخواتي واصحابي طبعا عشان ما يزعلوش كل الناس مسافره امتى مسافره بكره هنجيبك تاني عشان نتكلم لسه في نص تاني لسه في نص احنا نورتني وشرفتني وغلاك التوفيق رحله ناجحه جدا فعلا كنا مبسوطين ان كابتن رحاب جمعه كانت معانا وفعلا هنجيبها تاني لان فعلا في كلام كتير ما خلصوش مع كابتن رحاب جمعه في اخر حلقه بشكركم والى اللقاء